يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة عندنا عديد من الأخبار الهامة جدا جدا فيما يخص الرياضة المصرية بشكل عام، وبالتحديد النادي الأهلي بشكل خاص. إن شاء الله تكون حلقة مهمة ومميزة. لكن في البداية في خبر مهم جدا لازم نتكلم فيه، خبر خاص بالنادي الأهلي وتقديمه بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك لإثارته الفتن بين الجماهير. هنقرا البيان اللي اصدره النادي الاهلي ونقرا الخبر بالتفاصيل والبيان بتفاصيله، ويا ريت تركزوا معانا في البيان ده قوي قوي لان مش هيحتاج اي تعليق مننا، لان البيان اعتقد شامل كل شيء. نبتدي البيان. يعني تقدم محمد عثمان نقيب محامي القاهره والمستشار القانوني للنادي الاهلي بصفته وكيلا عن مجلس اداره النادي ورئيسه محمود الخطيب ببلاغ اليوم الى معالي المستشار النائب العام ضد اكاذيب رئيس نادي الزمالك التي جاءت في حق النادي الاهلي وقياداته في المؤتمر الصحفي الذي جري بنادي الزمالك مؤخرا. وجاء في البلاغ والذي حمل رقم 429 لسنه 2019 عرائد نائب عام ادنى رئيس الزمالك يستتر بالحصانه البرلمانيه في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الاخرين والشخصيات العامه بهدف الاساءه لسمعتهم وارهابهم، وهو الامر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الامن والسلم العام. ورغم قيام المجلس الاعلى للاعلام باصدار قرارين رقم 57 و58 لسنه 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والاخلاق العامه، لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسميه منصات لاطلاق الاكاذيب والشائعات، ومستمر في الخوض في الاعراض واثاره الفتن بين الجماهير الرياضيه وابناء الوطن الواحد والتي من شانها المساس بامن وسلامه المجتمع. وتضمن البلاغ ايضا ان الحصانه البرلمانيه مقرره لما يبديه النائب من اراء وافكار في البرلمان ولجانه المختلفة ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب. وبالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات، ولا تضع صاحبها فوق المساءلة القانونية دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأديج العنف المجتمعي. وأكد المستشار القانوني للأهلي في بلاغه أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي أكاذيب ومحض افتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، كما أن التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية، وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لاتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة. يذكر أن نيابة العجوزة تباشر حاليا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك وندبت خبراء الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الاسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقيادته. يعني أعتقد بيان وافي شامل كامل. طبعا دي المذكرة اللي تم طبعا تقدم بها، بيان وافي وكامل وشامل وفي كل حاجة، مش محتاج مننا أي تعليق خالص. لكن يعني التعليق الوحيد اللي نقدر نقوله إن لو كل واحد مركز في ناديه وكل واحد ملوش دعوة بالنادي الآخر الدنيا هتمشي أحسن من كده، ومش هيبقى في توتر في العلاقات ما بين الأندية بشكل عام. مش بتكلم على الناديين بالتحديد، وبالتحديد ما بين كمان الجماهير بشكل كامل، لأن مهم جدا دايما يكون في تواصل وعلاقات جيدة ما بين الجماهير المصرية بشكل عام، وخصوصا إن إحنا مقبلين على حدث مهم جدا في مصر إن شاء الله، بطولة الأمم الأفريقية واللي فازت بها أو فازت مصر بحق تنظيمها مؤخرا من يومين، وده شيء كان هام جدا 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 نبتدي بيه حلقتنا النهارده. طيب بخلاف هذا البيان هيكون عندنا اخبار كتير جدا بتخص النادي الاهلي بالتحديد، واحنا عارفين
الفترة دي النادي الأهلي بيجري بعض الصفقات وعنده بعض التدعيمات اللي بيحاول يدعم بيها صفوف الفريق بجانب اللاعبين المتواجدين طبعا في النادي الأهلي مؤخرا واللاعبين القدامى كلهم إن شاء الله يتكاتفوا ويبقى عندنا توليفة رائعة من لاعبي النادي الأهلي اللي هيشاركوا في مختلف البطولات خلال الفترة المقبلة وأهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن النادي الأهلي. الخبر الحزين طبعا بالنسبة لنا كلنا هو إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي بجانب طبعا قطع في غضروف الركبة أو الغضروف الخارجي بالتحديد. إصابة يمكن زعلتنا كلنا للأسف لعيب كان مميز وأعتقد إن محمد محمود من أهم الصفقات اللي كانت جت النادي الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله يعني يعود سريعا جدا لصفوف النادي الأهلي بعد هذه الإصابة الصعبة ويقدر إن شاء الله يساهم ويعني ينطلق مع الفريق بشكل كبير جدا مرحلة تكون جديدة بالنسبة له مع النادي الأهلي. ده كان خبر أكيد ده محزن بالنسبة لنا كلنا عرفناه امبارح أكيد حاجة كانت صعبة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في حاجة يعني غير طبيعية في موضوع الإصابات ده لكن إن شاء الله مرحلة وتعدي هي كانت مرحلة صعبة جدا جدا للنادي الأهلي على جميع المستويات النتائج الإصابات الجهاز الفني يعني أمور طبيعية جدا ممكن يتعرض ليها أي نادي كبير. المهم النادي الأهلي ما بيتعرض ليها بيرجع أقوى أقوى بكثير مما كان وده إن شاء الله هيحصل بإذن الله في القريب العاجل. طيب خلينا نبتدي حلقتنا بقى بسرعة ونروح نشوف أهم العناوين النهارده. الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك لإثارته الفتن بين الجماهير. الانتفاضة الحمراء تنطلق في وجه الدلافين السوداء. بعد إصابة محمد محمود لاسارتي يواجه تسونامي الإصابات. الخطيب يوافق على سفر محمد محمود للعلاج في ألمانيا. ريال مدريد والأرجنتين يتصدران قائمة الأكثر تتويجا والأهلي ثالثا. قرعة أمم أفريقيا تؤجل برنامج وديات الفراعنة استعدادا لكان 2019. تتويج محمد صلاح في دبي أفضل رياضي عربي مبدع. زي ما احنا كده استعرضنا أهم عناوين حلقتنا النهاردة كلام كتير وأخبار عديدة للكرة المصرية بشكل عام وللنادي الأهلي بشكل خاص وأكيد هنتكلم بتفصيل أكتر عن هذه العناوين لكن خلينا سريعا نروح نشوف أهم ما كتب عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة. مجلة الأهلي روح جديدة في بداية مختلفة للبطولة الجديدة مع لاسارتي والإدارة تدعم الحضور الجماهيري. مجلة الأهلي الانتفاضة الحمراء تنطلق في وجه الدلافين السوداء الأهلي بأقوى الصفقات يواجه فيتا كلوب وصيف البطولات. الأهرام رعب في الأهلي بعد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي انتظام الشحات وياسر وأجاية في المعسكر وقيد أربع لاعبين في القائمة الأفريقية. الأخبار الأهلي معلول لاسارتي يواجه تسونامي الإصابات والصليبي يضرب محمد محمود. الشروق صدمة في الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطعة في الرباط الصليبي مرجان 10,000 مشجع لمباراة فيتا كلوب وواثقون في وعي الجماهير وبطاقة حسين الشحات تحسم مشاركته أمام بطل الكونغو. المسا النحس يطارد الأهلي عين الحسود أصابت محمد محمود اللاعب أصيب بقطع في الرباط الصليبي وتمزق في الأوردة ويعالج في ألمانيا. الفريق يستعد بقوة لمباراة فيتا كلوب والشحات جاهز. الأخبار المسائي صدمة في الأهلي إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي والنادي يتراجع عن الصفقة الأفريقية. روزا اليوسف الصفقات اتحسدت صليبي لمحمد محمود وشد لجيرالدو. مجلة الأهلي بلاغ للنائب العام ضد أكاذيب رئيس الزمالك. الأهلي في بيانه هذه ثرثرة فارغة تثير الفتن والتعصب وتكدر السلم العام ولن نسكت أبدا. مجلة الأهلي ريال مدريد والأرجنتين يتصدران قائمة الأكثر تتويجا. الأهلي في المركز الثالث عالميا بفارق أربع ألقاب. مجلة الأهلي الأمريكي هولمز لاعب السلة يعلن التحدي فريق السلة قادر على الفوز ببطولة أفريقيا وجماهير الأهلي عظيمة. طيب أخبار كتيرة مهمة خلينا نبتدي بمجلة الأهلي واللي قالت إن في روح جديدة
وبداية مختلفة مع لاسارتي والإدارة تدعم الحضور الجماهيري. طبعا روح جديدة بما أن يعني انطلاقة كانت جديدة بالنسبة للنادي الأهلي من خلال مباراة سموحة واللي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 1-0. بالتالي في روح جديدة عند لاعبي النادي الأهلي وإصرار كبير على تخطي المرحله اللي كانت صعبه جدا خلال الفتره اللي فاتت، ويقدر النادي الاهلي يعود للانتصارات بشكل مستمر، مش مجرد بس ان انت تفوز مباراه والثانيه وبعد كده تتعرض لتعادل او لا قدر الله هزيمه، لا، مهم جدا ان انت تستكمل الانتصارات وتكون بشكل مستمر زي ما احنا كنا متعودين من النادي الاهلي، وخصوصا ان انت هتبتدي مباراه قويه جدا في بدايه دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا مع فريق قوي وصل نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت وخسر امام الرجاء المغربي وهو فريق فيتا كلوب. بالتالي دايما الانطلاقات لازم تكون قويه في اي بطوله بتشارك فيها عشان تكون دفعه ليك للامام، ودفعه قويه جدا وانذار شديد اللهجه لباقي الحضور في البطوله او باقي الفرق علشان تقدر ان شاء الله تنافس على هذه البطوله بشكل قوي. بالتالي شيء مهم جدا وده اللي اتكلمنا عنه. كمان الاداره تدعم حضور الجماهير، اكيد مهم جدا حضور جمهور النادي الاهلي، يعني الامن سمح ب 10,000 متفرج في مباراه ان شاء الله فيتا كلوب بعد بكره الساعه 9 مساء يوم السبت ان شاء الله. بالتالي 10,000 نتمنى ان يكون ال 10,000 حتى كلهم موجودين عشان وجودهم هيكون داعم اساسي ورئيسي للفريق ان شاء الله في مستهل المباريات وبدوري المجموعات سعيا نحو الفوز بهذا اللقب الافريقي الغائب. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله وكمان في بطوله الدوري وكل البطولات ان شاء الله باذن الله. الاخبار قالت ان الاهلي معلول، يعني قصدهم ليهم قصدين، معلول دي اللي هو يعني الاهلي دلوقتي يتمثل في تالق علي معلول، وفعلا هو بيتالق بشكل كبير جدا من ساعه ما رجع من الاصابه، فبالتالي قدر ان هو يشارك في مباراتي بيراميدز وسموحه بشكل جيد. وايضا الاهلي معلول معناها يعني سوء حظ ان الفريق بيتعرض لاصابات عديده خلال الفتره دي، زي ما بيقولوا كده الاهلي بيواجه او لاسارتي بالتحديد بيواجه تسونامي الاصابات، واحنا عارفين عندنا عدد كبير جدا من الاصابات، وحاجه غريبه جدا ان انت يكون عندك كل الاصابات دي وقائمه الاصابات ما بتخلصش للاسف يعني، لكن ان شاء الله الامور تسير بالشكل الافضل خلال المرحله المقبله. وصليبي كمان يضرب محمد محمود، ده اتكلمنا فيه للاسف، يعني العنصر كان هيبقى مهم جدا ومباشر جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وكان هيبقى داعم قوي جدا لصفوف الفريق، لكن ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا وربنا يشفيه ان شاء الله سريعا عشان يعود لصفوف الفريق بالشكل الطبيعي. محمد محمود الف سلامه عليك. طيب خلينا نروح سريعا لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل كل فقراتنا في كلام في النادي الاهلي. اهلا بكم من جديد، خلينا نكمل تعليقاتنا على الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في صحف النهارده، ووصلنا عند الاخبار المسائي واللي قال ان في صدمه في الاهلي بسبب اصابه محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي. طبعا للاسف يعني محمد محمود اصابه مفاجاه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، لكن كمان النادي يتراجع عن الصفقه الافريقيه. خلينا اقول لكم ان كان في اتجاه ان النادي الاهلي يتعاقد مع صفقه افريقيه في مقابل اعاره احد اللاعبين هما جيرالدو او اجاي. جيرالدو خلاص مش هيعار، فبالتالي تم قيده في قائمه الفريق المحليه، كده كده مش هيتقيد افريقيا عشان هو الراجل لعب مع فريق اول اغسطس الانجولي في دور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي تبقى لوائح الاتحاد الافريقي ما ينفعش ان اللعيب يشارك مع ناديين في نفس البطوله حتى لو كان شارك في الدور التمهيدي، فبالتالي كان الاتجاه كله ناحيه اجاي. تم تعديل الفكره وتم استبعاد التعاقد مع لاعب افريقي حتى هذه اللحظه، تم استبعاد التعاقد مع لاعب افريقي وهيكون جونيور اجاي داعم للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال تسجيله محليا وكمان تسجيله افريقيا، وهيتم الاستغناء عن لاعب من اللاعبين الاجانب، وده شيء بديهي جدا لان القائمه المحليه بتسمح لك بتواجد اربع لاعبين اجانب، انت عندك وليد ازارو، علي معلول، سالف كلوبالي، جيرالدو واجاي، فبالتالي هيتم الاستغناء عن يعني طبعا زي ما احنا كلنا عارفين النسبه الاكبر لسليف كوليبالي، يمكن الراجل نفسه اتكلم وقال ان هتكون اخر مباراه ليه، مباراه قادمه امام فريق فيتا كلوب، وهو في الحقيقه ادى يعني فتره رائعه مع النادي الاهلي سليف كوليبالي وكان مدافع جيد، واخر مباراه بالمناسبه اداها بشكل جيد جدا امام سموحه وكان نجم المباراه بصراحه، فاكيد نتمنى له كل التوفيق في المراحل المقبله بالنسبه له في مسيرته الكرويه. طيب روزا يوسف كمان قالت ان الصفقات اتحسدت، هو فعلا في حاجه غلط يعني موضوع اعتقد وصل للحسد طيب يعني ولا مش عارف. طيب قالت ان في صليبي لمحمد محمود وشد لجيرالدو، الصفقتين الجداد اللي شاركوا كاساسي في مباراه
سموحة الاثنين جالهم إصابات، يعني سواء جيرالدو شد في العضلة الخلفية ومحمد محمود للأسف إصابة طويلة وصعبة جدا من أرخم إصابات الكورة، يعني هي الرباط الصليبي. لكن زي ما قلت لكم إن شاء الله تكون فترة صعبة تعدي بكل ذكرياتها الحزينة على جمهور النادي الأهلي، إن شاء الله يقدر محمد محمود يرجع سريعا وكمان جيرالدو يقدر يرجع سريعا، لأن هيتم على فكرة الاعتماد على جيرالدو بشكل كبير جدا في المباريات المحلية، خصوصا إن أنت عندك ضغط في المباريات سواء المحلية أو الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، فبالتالي هتبقى مطالب بعملية التدوير غصب عنك كجهاز فني، هتبقى ملزم إن أنت تعمل روتيشن ما بين اللاعبين، فبالتالي جيرالدو هيبقى عليه دور كبير جدا في المباريات المحليه، وده اللي بيهدف ليه الجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي، فان شاء الله جيرالدو كمان يرجع سريعا ان شاء الله للتدريبات الجماعيه ومن ثم المشاركه في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي. طيب في خبر مهم من مجله الاهلي، وقالت ان ريال مدريد والارجنتين يتصدران قائمه الاكثر تتويجا، والاهلي في المركز الثالث عالميا بفارق 4 ألقاب. طيب خلينا اقول لكم تفاصيل الخبر ده، وهو خاص ان النادي الاهلي احتل المركز الثالث في ترتيب الانديه والمنتخبات. هم عملوا احصائيه كده ما بين الانديه والمنتخبات، اكثر الانديه حصدا للالقاب واكثر المنتخبات حصدا للالقاب مع بعض، فبالتالي ريال مدريد طلع الاول، لان ريال مدريد كده كده عنده عدد كبير جدا من الالقاب الدوليه والالقاب القاريه بشكل كبير، فبالتالي ريال مدريد احتل المركز الاول و الارجنتين منتخب الارجنتين احتل المركز الثاني. ورغم انك بتجمع كل الالقاب لكل الانديه في العالم وكل المنتخبات في العالم، الى ان كمان النادي الاهلي احتل المركز الثالث بعدد كبير ايضا من الالقاب، فبالتالي ده شيء مميز، يعني الاهلي على مستوى الانديه بس هو المركز الثاني بعد ريال مدريد، على مستوى الانديه والمنتخبات هو المركز الثالث بعد ريال مدريد والارجنتين، فبالتالي ده كان شيء مهم وجيد جدا، وده طبقا لصحيفه ماركا الاسبانيه اللي عملت كمان هذه الاحصائيه، فبالتالي ان شاء الله ده شيء جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى النادي الاهلي يعود للالقاب القاريه، وده شيء مهم جدا، بطوله دوري ابطال افريقيا غايبه عنك بقى لها اكثر من 5 مواسم، اخر موسمين وصلت النهائي وخسرتهم، كانوا هيفرقوا معانا جدا في المنافسه مع ريال مدريد، لكن لسه ان شاء الله النادي الاهلي السنه دي يقدر يحسم هذا اللقب، وبعديه كمان هيبقى عندك كاس العالم للانديه، يعني ان شاء الله تحقق فيه نتائج جيده، وهيبقى عندك السوبر الافريقي، فادي بطولتين بسرعه، فان شاء الله النادي الاهلي يستمر في المنافسه مع ريال مدريد ومنتخب الارجنتين كمان على صداره الانديه الاكثر تتويجا في العالم. طيب يلا بينا نروح نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في موقع النهارده. الموقع الرسمي للاهلي محاضره فيديو للاعبي الاهلي في معسكر الاسكندريه. مصر اليوم الجمعة مؤتمر صحفي للاسارتي للحديث عن مباراة فيتا كلوب. اليوم السابع 10,000 مشجع في مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي. الوفد الأهلي يفتح منافذ أو منفذ بيع تذاكر مباراة فيتا كلوب استاد الاسكندرية. الفجل الرياضي لاسارتي يغير طريقة لعب الأهلي المؤقتة في دوري أبطال إفريقيا. سوبر كورة الخطيب يوافق على سفر محمد محمود للعلاج في ألمانيا. الشروق رباعي الأهلي المصاب يواصل برنامجه التأهيلي. فيتو الأهلي يفحص جيرالدو عقب العودة إلى القاهرة. البوابة سبورت الأهلي يسابق الزمن لتجهيز سعد سمير لمباراة شبيبة الثورة الجزائري. الموقع الرسمي للأهلي مؤمن زكريا ينتظم في المران. في الجول مؤمن زكريا وصالح جمعة يشاركان في تدريبات الغائبين وغياب فتحي ونجيب بإذن. طيب من ضمن اهم الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في المواقع النهارده، وهو ان هيبقى في محاضره بالفيديو للاعبي الاهلي في معسكر الاسكندريه. احنا عارفين النادي الاهلي متواجد طبعا في برج العرب بيستعد لمباراه فيتا كلوب، وكده كده النادي الاهلي كان متواجد قبل مباراه سموحه بيوم، فبالتالي كان في قرار من الجهاز الفني بالاستمرار في الاسكندريه حتى ميعاد مباراه فيتا كلوب يوم السبت القادم، بالتالي النهارده النادي الاهلي في معسكر مهم جدا، المران الرئيسي بالنسبه للفريق كمان النهارده، مران هيكون هام جدا 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 من خلاله مستر لاسارتي هيضع يده على التشكيل الانسب والاقرب لقياده فريق النادي الاهلي خلال مباراه فيتا كلوب، وكمان
هيكون في محاضرات عديدة مش محاضرة واحدة بس بالنسبة للاعبين من قبل مستر مارتين لاسارتي للحديث على نقاط القوة والضعف بالنسبة لفريق فيتا كلوب، وده أكيد شيء مهم جدا، وإن شاء الله الفريق بشكل كامل يكون موفق في هذه العقبة ويقدر يتخطاها ويقدر يفوز إن شاء الله على فريق فيتا كلوب الكونغولي. المصري اليوم قالت ان يوم الجمعه هيكون في مؤتمر صحفي للاسارتي للحديث عن المباراه، وده شيء طبيعي جدا طبقا للوائح اتحاد الكره ان او عفوا لوائح الكاف ان يكون في طبعا مؤتمر صحفي قبل كل مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي المؤتمر ده ان شاء الله هيكون بكره الساعه 6:30 قبل على طول المران الاخير بالنسبه لفريق النادي الاهلي. النهارده المران الرئيسي اللي هيكون فيه الامور التكتيكيه والفنيه بشكل كامل، لكن بكره مران هيكون اخير بالنسبه للفريق ان شاء الله بعد المؤتمر مباشره. اعتقد المران هيكون فيه تمام الساعه 7 مساء، فبالتالي المؤتمر الصحفي ده هيكون خاص سواء بالنادي الاهلي او فريق فيتا كلوب من خلال حديث لوسائل الاعلام من قبل مستر لاسارتي او حتى مدير فني لفريق فيتا كلوب للحديث عن المباراه وكل ما يتعلق بهذه المباراه والظروف الخاصه بكل فريق قبل هذه المباراه الهامه. اليوم السابق قالت ان 10,000 مشجع في مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي، واحنا عارفين الامن خلاص وافق على حضور 10,000. نفسي بصراحه العدد يزيد عن كده، يعني عامه بشكل عام في المراحل الجايه انت مقبل على بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله في شهر 6، فبالتالي مهم جدا ان انت تحاول تعمل بروفات كتيره مع الجماهير. الجماهير خلاص اعتقد خدت الدرس بشكل كبير جدا في اهميه ان هم يأزروا فرقهم بشكل عام، ما بالك بقى المنتخب الوطني هيكون حضور جماهيري غفير ان شاء الله، ويكون زي 2000 او بطوله 2006 اللي فازت بيها مصر وكان منظر اكثر من رائع. فبالتالي نفسنا طبعا كل الاحترام والتقدير لقرارات الامن، اكيد ده شيء مفروغ منه، هم ادرى بكل الظروف والامور اللي ممكن تكون في اعقاب المباراه بشكل عام، لكن نفسي يكون في محاولات، ما يبقاش ان احنا بنريح نفسنا نقول 10,000 وخلاص ونمشي الدنيا وكده، لا نفسي يكون في محاولات عشان ان شاء الله يكون ده كله استعداد لبطوله الامم الافريقيه. لكن الاهم ال 10,000 مشجع اللي هيحضروا مباراه الاهلي وفيتا كلوب ان شاء الله يكونوا دعم قوي للفريق في هذه المباراه، وجمهور النادي الاهلي بحماسه ان شاء الله هيكون اللاعب رقم واحد مع بدايه دور المجموعات وبطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الفريق يفوز باول 3 نقاط، مش عايزين نكرر نفس التجربه بتاعت السنه اللي فاتت اللي حصلت معانا قبل كده كمان في 2013 وبعض السنوات، انك اول مباراه بتتعادل وبعدين تخسر او العكس او ايا كان، يعني تفقد نقاط كثيره في اول مباراتين، ده بيأثر عليك وبيعمل عليك ضغوط كبيره قوي، يا تقدر تتغلب عليها يا ما تقدرش. فعايزين من بدري بدري كده ان شاء الله باذن الله الفريق يقدر يحصد النقاط بشكل جيد ومريح قبل الخوض في بقيه البطوله وكمان في دور المجموعات بالتحديد عشان تتاهل للادوار المقبله، وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لفريق النادي الاهلي انك تتاهل كمان للنهائي، مش بس النهائي، انك تفوز بالبطوله. فالبدايه دايما بتبقى مهمه زي ما قلنا. طيب الوفد قالت ان الاهلي يفتح منفذ بيع تذاكر مباراه فيتا كلوب باستاد اسكندريه، واحنا عارفين طبعا جمهور النادي الاهلي متواجد في كل حته، فاستاد اسكندريه اكيد اقرب لمدينه برج العرب واستاد الجيش ببرج العرب، فبالتالي ده شيء جيد جدا انك تفتح منفذ للجماهير هناك عشان يقدروا يشتروا التذاكر ويحضروا هذه المباراه. الدرجه الاولى اعتقد التذكره ب 30 جنيه، الدرجه الثالثه ب 10 جنيه، يعني اعتقد اسعار تعتبر رمزيه يعني، وان شاء الله جمهور النادي الاهلي يقدر يحضر هذه المباراه بشكل مكثف طبقا للاعداد المسموح بيها، وان شاء الله الامور كلها تسير بالشكل المطلوب والمرجو بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. الشروق كمان اتكلمت عن المصابين وقالت ان رباعي الاهلي المصاب يواصل برنامجه التاهيلي. رباعي اللي هم مين؟ حسام عاشور، احمد الشيخ، صلاح محسن، ووليد ازارو. وليد ازارو وصلاح محسن عندهم اصابات عضليه، ازارو عضله ضمه، صلاح محسن العضله الخلفيه على ما اتذكر، والشيخ وعاشور اصابات على مستوى الكاحل. اعتقد ان هم يعني قربوا ان شاء الله بنسبه كبيره ان هم يقدروا يعودوا للتدريبات بشكل جماعي من خلال التخلص من هذه الاصابات. طبعا ازارو لسه قدامه شويه، يعني اعتقد شهر ونص ازارو او اقل قليلا. صلاح محسن اعتقد من 10 ايام لاسبوعين ممكن يكون متواجد في التدريبات الجماعيه، احمد الشيخ ايام، هو وحسام عاشور ان شاء الله يكونوا متواجدين. نفسنا الاصابات ترجع بس ما حدش يتصاب تاني عشان ان شاء الله كلهم يقدروا يساهموا مع الفريق بشكل جيد وتبقى الصفوف متكامله عشان يقدر الجهاز الفني يختار التشكيل الجيد، يقدر يكون عنده عناصر كتير متاحه يقدر يختار ما بينها علشان ان شاء الله الامور كلها تكون مهيئه لصالح النادي وتقدر ان انت تحقق نتائج جيده جدا زي ما الكل بيتمنى اكيد.
فيتو قالت أن الأهلي يفحص جيرالدو عقب العودة إلى القاهرة. جيرالدو الراجل لعب شوط واحد بان مدى خطورته بصراحة، يعني الناس كانت كلها بتتفاعل مع أي كرة بتيجي لجيرالدو. لاعب عنده سرعات جيدة جدا جدا وعنده مهارات رائعة جدا، واضح الكلام ده من خلال مباراة سموحة، وكان لينا ضربة جزاء كمان لكن ما اتحسبتش وكان جيرالدو سبب فيها وخد فيها انذار، حاجة غريبة يعني، لكن ما علينا. لكن هو لعيب اكيد مهم جدا، جاله شد ما بين الشوطين كده بالتحديد، قال اجهاد يعني مش شد في العضله الخلفيه. قريبا جدا ان شاء الله جيرالدو يرجع لان عودته مهمه، وهيكون في فحص طبي بعد ما يرجع اللاعب القاهره، وخلاص رجع كمان القاهره، واكيد قبل التدريبات هيكون ليه فحص طبي عشان نقدر او يقدر الجهاز الطبي والجهاز الفني يحددوا مده غياب جيرالدو، ان شاء الله تكون مده قصيره ويرجع اللاعب ليدعم صفوف الفريق. البوابة سبورت قالت ان الاهلي بيسابق الزمن لتجهيز سعد سمير لمباراة مين؟ مباراة شبيبة الثورة الجزائر. المباراة دي هتكون يوم 18، المباراة هتكون صعبة جدا في الجولة الثانية من بطولة دوري ابطال افريقيا، لكن تجهيز سعد سمير طبعا شيء مهم جدا جدا، ان انت يكون عندك المدافعين الاساسيين بالنسبة لفريقك المميزين اللي هم عندهم خبرات كبيرة. سعد سمير طبعا عنده خبرات كبيرة جدا في مختلف البطولات مع النادي الاهلي، ولاعيب مهم ولاعيب مؤثر جدا جدا في صفوف الفريق، ولاعيب دولي كمان، ممكن فتره من فترات ما يكونش موفق، الفريق كله بصراحه ما كانش موفق، لكن يبقى سعد سمير احد اللاعبين المهمين جدا. لكن السؤال هنا، هل هيلحق النادي الاهلي يجهز سعد سمير قبل مباراه شبيبه الثوره اللي هتكون بعد ايه؟ بعد خلاص يعني يوم 18، يعني هتكون قربت بشكل كبير جدا. اعتقد الامور هتبقى صعبه شويه، وانا باكد لكم ان نسبه تفوق 90% صعب ان سعد يلحق هذه المباراه. ممكن وارد ان هو يسافر مع الفريق، لكن مشاركته هتبقى صعبه عشان اكيد عايزين اللاعب او اي لاعب بشكل عام يتصاب ياخد وقته في الاصابه عشان ما تعودوش الاصابه مره ثانيه وتبقى الامور ماشيه بالشكل الجيد. في محاولات لتجهيز سعد لكن اعتقد هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا ان سعد يلعب هذه المباراه. ايا كان اللي هيلعب ان شاء الله نتمنى لهم كلهم التوفيق. عندنا كمان ياسر ابراهيم مدافع جديد انضم لصفوف النادي الاهلي، وارد جدا يكون كمان في مدافع او اثنين خلال الفتره الجايه، لكن الأقرب حتى الآن بالمناسبة يعني شيء بالشيء يذكر بالنسبة للصفقات، الأقرب حتى الآن حتى اللحظة دي هو لاعب واحد أعتقد هو حمدي فتحي، يعني هو الأقرب بالنسبة للنادي الأهلي. الكلام على بعض الأسماء خلال الدقائق الأخيرة أو الساعات الأخيرة بشكل كبير جدا، لكن يبقى الأقرب حمدي فتحي. أمور كلها تفاوضية ما بين النادي الأهلي وفريق إنبي، وإن شاء الله تنتهي بارتداء اللاعب القميص الأحمر، ده هنشوفه خلال ساعات أو أيام قليلة جدا مقبلة. مهم جدا ان انت تدعم نص الملعب بصراحه. طيب الموقع الرسمي للاهلي قال ان مؤمن زكريا انتظم في المران. مؤمن زكريا يعني كان غايب عن التدريبات وانتظم في التدريبات او التدريبات الخاصه بالمستبعدين خلال المرحله السابقه. كان كتير بصراحه على مؤمن زكريا، لاعب اهلاوي ولاعب مهم جدا، لكن الايام المقبله هي اللي هتقول لنا مؤمن زكريا الموضوع بالنسبه له هيبقى ماشي ازاي. لكن يبقى مؤمن احد اللاعبين المهمين جدا في صفوف النادي الاهلي، نتمنى له ان شاء الله في حاله عودته لمستواه كل التوفيق مع الفريق ان شاء الله، ويقدر يساهم بشكل قوي كالمعتاد من قبل مؤمن. يعني بصراحه الراجل لاعب مهم جدا وهداف ومؤثر جدا جدا في صفوف اي فريق وبالتحديد في النادي الاهلي، يعني عمل نجاحات كبيره جدا مع النادي الاهلي. في الجول كمان اتكلمت على ان مؤمن زكريا وصالح جمعه هيشاركوا او شاركوا خلاص في تدريبات الغائبين وغياب فتحي ونجيب باذن. احنا عارفين ان احمد فتحي كده كده عودته الام العضله الاماميه. العضله الاماميه يا جماعه من ارخم العضلات، يعني ممكن ان انت يعني تخف من العضله دي والاصابه او احساسك بالوجع فيها ما يبقاش باين بالنسبه لك وتلعب عادي ومش عارف، لكن ممكن ترجع تاني. العضله الاماميه من ارخم العضلات يعني بالنسبه للعبه الكوره، الاصابه فيها بتبقى صعبه شويه، فبالتالي احمد فتحي لسه قدامه شويه. محمد نجيب غاب باذن رغم ان محمد نجيب خلاص قرب ان هو يعود للتدريبات الجماعيه بشكل جيد. صالح جمعه بالمناسبه بيشارك التدريبات بشكل رائع بصراحه، واعتقد ان صالح جمعه خلاص فتح صفحه جديده جدا وماشي فيها بشكل جيد قوي، ووزنه قل كمان بصوره ملفته، والراجل بيأدي التدريبات بشكل قوي. واحنا كنا سالنا كمان كابتن سيد عبد الحفيظ وقال لنا ان صالح جمعه الموضوع بالنسبه له موضوع وقت، ان هو بس بعض المباريات الوديه اللي شارك فيها يستعيد فورمه المباريات، يستعيد اللياقه البدنيه والفنيه كمان والذهنيه، فده اكيد هيكون شيء مهم جدا لصالح جمعه. ما حدش يقدر يختلف على امكانيات صالح جمعه كلاعب مهم للنادي الاهلي ولمنتخب مصر. ان شاء الله قريبا جدا صالح يعود بالشكل المطلوب، واللي مستنياه كمان جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كله مدرك قدرات صالح جمعه ومستني عوده هذا اللاعب بشكل قوي جدا. قريبا جدا جدا صالح هيكون داعم قوي لصفوف النادي الاهلي. طيب
خلينا نروح نشوف اهم العناوين واهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفين في الفرق. الاخبار المسائي: طوارئ في الجبلية، التجهيز لكان 2019، الشغل الشاغل لمجلس ابو ريده، وجلسه عاجله مع الوزير. الاخبار: بروفا سوبر لاستضافه مصر افريقيا 2019، السبت اعلان اللجان والاحد التنسيق مع الوزارات، وجدول البطوله يحدد شكل الدوري المصري. فيتو قرعه امم افريقيا تؤجل برنامج وديات الفراعنه استعدادا لكان 2019. اليوم السابع: صبحي يناقش مع وزير الداخليه زياده اعداد الجماهير في الدوري قبل امم 2019. المسا: الجوائز تلاحق الكينج المصري، تتويج محمد صلاح في دبي، افضل رياضي عربي مبدع محمد بن راشد استقبل نجم الفراعنه في قصره. يلا كوره: جائزه جديده لصلاح، ليفربول يتوج هدفه في بورموث بالافضل بديسمبر. بوابه الشروق: انبي فرطنا في مارشال بعد اكتشاف وجود تضخم في عضله قلبه. الأخبار: منتخب باليد يصل الدنمارك للمشاركة في المونديال، رئيس الوزراء ووزير الرياضة يحضران الافتتاح اليوم. الأهرام: اليوم ألمانيا تواجه كوريا الموحدة في أولى مباريات كأس العالم لكرة اليد، رئيس وزراء مصر والمستشارة الألمانية ضيفة حفل الافتتاح، وحسن مصطفى يلقي كلمة البطولة. المنتخب الوطني يضع الرتوش الأخيرة على خطة اللعب قبل مواجهة السويد غدا في المجموعة الرابعة. موقع صدى البلد: برشلونة ضيفا ثقيلا على ليفانتي بكأس ملك أسبانيا اليوم. بوابة الأهرام: ريال مدريد يقصو على ليجانس بثلاثية ويقترب من دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا. البوابة سبورت: رحيل راموس شرط مورينيو الأساسي لتدريب ريال مدريد. طيب، أخبار محلية كتيرة وكمان أخبار محلية معانا وأخبار مهمة جدا وأخبار عالمية أكيد، فبالتالي نبتدي بالأخبار المسائية. والقال إن في طوارئ في الجبلية للتجهيز طبعا لبطولة الأمم الأفريقية 2019 واللي خلاص هتقام في مصر. المجلس الخاص باتحاد الكرة أكيد بيعكف على بعض الاجتماعات او عقد بعض الاجتماعات المهمه جدا سواء على مستوى اتحاد الكره او على مستوى الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، وطبعا اكيد اجتماعات هتكون كلها للتنسيق فيما يخص هذا التنظيم الهام جدا جدا لمصر واللي جاي في توقيته. بصراحه عايزين بقى نرجع زي زمان في الكوره بشكل عام، في الحضور الجماهيري، في الملاعب. احنا عندنا طبعا بنيه تحتيه جيده، عندنا يعني الشوارع جيده، الطرق، شبكه الطرق مميزه جدا في مصر رغم الزحمه اللي بتبقى موجوده شويه، لكن في نفس الوقت عندك عدد كبير جدا من الطرق. يعني في دول كتير في افريقيا ما عندهمش الطرق دي على فكره، يعني ممكن البعض يقول لك لا يا عم فين شبكه الطرق الجيده دي، احنا على طول زحمه وعلى طول واقفين في الطريق. والله يا جماعه لو رحتوا او رحنا حتت تانيه كتير جدا في افريقيا هتلاقي ان احنا عندنا هنا الامور جيده جدا، لكن ان شاء الله دايما بنطمع في الافضل والافضل والافضل لمصرنا الحبيبه يعني بكل تاكيد. المهم يعني ان شاء الله هيكون في اجتماعات يعني كتيره جدا في الفتره المقبله، اتحاد الكوره مع الوزاره للتنسيق وتنظيم هذا الحدث الهام جدا في شهر 6 المقبل اللي هيكون من يوم 15 يونيو حتى يوم 13 يوليو، واول مره هيكون في 24 منتخب في بطوله الامم الافريقيه. طيب، الاخبار كمان قالت ان في بروفا سوبر لاستضافه مصر افريقيا 2019، السبت هيكون اعلان اللجان، طبعا هيكون في لجان عديده طبعا في اتجاه تنظيم هذا الحدث، والاحد هيكون التنسيق مع الوزارات، وجدول البطوله هيحدد شكل الدوري المصري. يعني خليني بالمناسبه اقول لكم، يعني بعض الناس بتقعد تتكلم ان الدوري ممكن يتلغي، الدوري هيكون صعب ان هو يستكمل لو بطوله الامم الافريقيه في مصر، هي خلاص هتكون في مصر، فبالتالي ان شاء الله الدوري يستكمل. حتى احنا بنتكلم من خلال قناه الاهلي، واكيد من خلال قناه الاهلي بنتمنى الفريق هو اللي يكون فريق النادي الاهلي هو يكون بطل الدوري. فرص الزمالك اكبر ان هو ياخد البطوله حتى هذه اللحظه، فرص الزمالك اكبر ان هو ياخد بطوله الدوري، لكن ده مش معناه ان احنا نتمنى البطوله تتلغي، لا، احنا نفسنا الامور كلها في مصر تمشي بالشكل المستقر الدائم، علشان صعب جدا ان انت تكون هتنظم بطوله كبيره زي دي وتلغي الدوري باي منطق يعني. فان شاء الله كل الامور تسير بالشكل الجيد لصالح الكره المصريه بشكل عام والانديه كلها بشكل عام،
واكيد الدوري هيكون مستكمل يعني. وزي ما صرحوا الناس مسؤولين كتير جدا بتاع الكوره قالوا ان كده كده حتى البطوله كانت هتتنظم بره مصر او جوه مصر، ان الجدول او التنسيق اللي كان معمول ان المنتخب او بطوله الدوري هتتوقف قبل البطوله باسبوعين عشان استعدادات المنتخب لهذه البطوله. نفس الموضوع طالما البطوله في مصر قبل بطوله الامم الافريقيه باسبوعين هيكون في استعدادات للمنتخب، فبالتالي الدوري هيتوقف حسب بقى لا قدر الله ومصر خرجت بدري الدوري هيستأنف، على حسب طبعا تصريحات الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات باتحاد الكوره. قال لو لا قدر الله المنتخب خرج بدري هيكون في استكمال لبطوله الدوري على ملاعب اللي مش هتستضيف بطوله الامم الافريقيه في مصر. احنا عندنا عديد من الملاعب في مصر حتى لو ملاعب مش جيده يعني على مستوى الارضيه، لكن في ملاعب كتير. فان شاء الله نتمنى الامور كلها تمشي بالسياق الصحيح لصالح الكره المصريه. طيب فيتو قالت ان قرعه امم افريقيا تؤجل برنامج وديات الفرعين استعدادا للكان، وده شيء طبيعي ومهم جدا. انت طبيعي تبقى عايز تعرف الفرق اللي انت هتواجهها في المجموعه بتاعتك علشان بناء على الفرق دي تحدد ودياتك، هتشوف هتلعب مباريات وديه مع مين، تكون او الفرق او المنتخبات اللي هتلعبهم تكون مستوياتها متقاربه شويه مع المنتخبات اللي هتكون معاك في المجموعه. كل ده هيترتب على القرعه اللي هتتعمل اكيد علشان نعرف المجموعه الخاصه بمنتخب مصر وكل المنتخبات بشكل عام. كمان اليوم السابع اتكلمت على ان صبحي يناقش مع وزير الداخليه زياده اعداد الجماهير في الدوري قبل امم افريقيا. قلنا ان شيء مهم جدا طبعا الوزير اشرف صبحي، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، عنده اجتماعات اكيد مع وزير الداخليه عشان بيحاول ان هو يعني يزود اعداد الجماهير. واحنا زي ما اتكلمنا من شويه قلنا ان زياده اعداد الجماهير هيكون شيء مهم قوي، ان انت تحاول تخلي عدد كبير جدا من الجماهير يحضر المباريات على قد ما تقدر واحده واحده بشكل تدريجي كده قبل بطوله الامم الافريقيه عشان نشوف ان شاء الله البطوله في افضل شكل ممكن، زي ما شفنا بطوله 2006 كده ومصر قدرت تفوز بهذه البطوله، كمان بطوله كاس العالم 2009 للشباب كان منظر كمان اكثر من رائع. طيب المسا قالت او بتتكلم عن محمد صلاح اللي ما شاء الله عليه يعني بصراحه، الراجل بيحصد على العديد والعديد من الجوائز ونتمنى له الاستمرار في حصد الجوائز بصراحه على مختلف المستويات. الراجل بيتوج في دبي بافضل رياضي عربي، وكمان حضر مع محمد بن راشد في قصره استقبله طبعا محمد بن راشد عشان يكرم هذا اللاعب اعتقد بقى تاريخي خلاص بالنسبه لمصر. محمد صلاح عمل انجازات كبيره جدا، مفيش اي لاعب مصري حققها قبل كده. عندنا محترفين ممتازين لعبوا في اوروبا ويمكن ابرزهم اعتقد احمد حسام ميدو كان محترف كبير جدا في اوروبا ولعب العديد من الانديه، احمد حسن، عبد الظاهر السقا، ناس كتير، محمد زيدان، في عدد من المحترفين اللي قدروا يعملوا مسيره جيده في الملاعب الاوروبيه، لكن ابرزهم خلاص هو محمد صلاح. الراجل عمل انجازات كبيره جدا فرديه بالتحديد لحد دلوقتي. محمد صلاح يمكن ما حققش بطولات غير في سويسرا مع بازل، نتمنى له ان هو ان شاء الله يقدر يحقق بطولات مع ليفربول قبل ما ينتقل للدوري الاسباني. بنسبه كبيره ممكن مع نهايه الموسم محمد صلاح نشوفه في ريال مدريد او برشلونه. طيب يلا كوره كمان بتتكلم عن محمد صلاح، وقالت ان في جائزه جديده لصلاح، ليفربول يتوج هدفه في بورنموث بالافضل بديسمبر. لو تفتكروا الهدف الثاني على ما اتذكر الثاني لمحمد صلاح، لا الثالث، الهدف الثالث اللي رقص فيه الجون مرتين، ده خد احسن هدف لمحمد صلاح او ليفربول لفريق ليفربول بشكل عام في الشهر اللي فات. فما شاء الله عليه ربنا بيوفقه ان شاء الله ويحميه ويقدر يحقق المزيد من الانجازات بالنسبه لمحمد صلاح. بوابه الشروق بقى، وده موضوع مهم قوي، كلام على لسان طبعا المسؤولين في انبي ان هم فرطوا في مارشال بعد اكتشاف وجود تضخم في عضله القلب، وفي المقابل فريق اسماعيلي تعاقد مع اللاعب سريعا بعد ما فسخوا العقد، او بعد ما اللاعب فسخ عقده مع انبي فريق اسماعيلي تحرك سريعا للتعاقد مع مارشال. هو بالمناسبه لاعب مميز جدا ولاعب جيد جدا، وشفنا له مباريات جيده مع فريق انبي في الدوري المصري، لكن موضوع تضخم في القلب، طيب انبي ليه ما عملوش كشف طبي لما تعاقدوا مع اللاعب؟ انت المفروض اي لاعب دلوقتي بتجيبه ايا كان حتى لو محلي افريقي، اي لاعب بتجيبه زي ما بنشوف الانديه العالميه بشكل كامل يعني بيعملوا كشف طبي على اللعيبه عشان يشوفوا هل الراجل ده لائق للمشاركه في المباريات، لائق للعديد من الامور. فبالتالي كان مهم جدا ان انبي تعمل كشف طبي على اللاعب، فبالتالي للاسف ما عملوش كشف طبي، عملوا كشف طبي متاخر، مش عارف اشمعنى يعني عملوا كشف طبي دلوقتي. اتضح ان هو عنده تضخم في عضله القلب، بالمناسبه في لعيبه كتيره جدا بتلعب ممكن يكون عندهم تضخم في القلب. لو نفتكر جون انتوي لما كان جاي الاهلي، ناس كتير جدا احنا عارفينهم كانوا بيطلعوا يقولوا ده عنده مش عارف مشكله في القلب، ده عنده ايه، وكانوا بيسعوا الفتره دي ان هم يتعاقدوا معاه. فبالتالي
التساؤل الاخر ان ازاي الاسماعيلي بيتعاقد معاه. اكيد الاسماعيلي برضو لما جاب بقى اللاعب وعرف ان هو فسخ عقده مع انبي، فبالتالي بديهي جدا ان الاسباب اللي خلت اللاعب يفسخ عقده مع انبي هو موضوع تضخم القلب، فعملوا كشف طبي لقوا ان اللاعب سليم. الموضوع ده فيه يعني لغط بصراحه، لكن مهم ان شاء الله ربنا يبعد اي اضرار عن اي لاعبين. مش عايزين نشوف احداث مؤسفه في الملعب، لا قدر الله لا قدر الله اي حد يحصل له اي حاجه. نتمنى ان الامور تسير بالشكل الصحيح من خلال الكشف الطبي الدقيق جدا جدا على اللاعبين قبل التعاقد معهم. طيب الاهرام قالت ان اليوم المانيا تواجه كوريا، طبعا بطوله كاس العالم لكره اليد رجال، طبعا بطوله كلنا هنتابعها وبطوله مهمه جدا، ومصر طبعا متواجده في هذا الحدث العالمي. المانيا النهارده هتواجه كوريا الموحده في اول مباراه، ومباراه الافتتاحيه، وكمان مصر بكره هتلاعب السويد. بالمناسبه مجموعه مصر بتضم كل من قطر والارجنتين والمجر وانجولا، مجموعه اكيد قويه جدا، اتمنى مصر فيها كل التوفيق. اول مباراه بكره هتكون امام السويد، منتخب قوي جدا ومصنف بشكل كبير قوي في كره اليد العالميه. كمان الكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد هيلقي كلمته في افتتاح البطوله. كمان عندنا رئيس وزراء مصر ودكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بيحضروا هذا الحدث عشان يستلموا الرايه لتنظيم ان شاء الله بطوله 2021 هنا في مصر. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري في هذه البطوله، وكمان كل التوفيق في تنظيم هذه البطوله ان شاء الله في 2021. طب نروح للاخبار العالميه شويه كده، والبوابه سبورت بتتكلم على ان في مفاوضات ما بين ريال مدريد وجوزيه مورينيو. احنا عارفين جوزيه مورينيو مشي من مانشستر يونايتد بعد الاداء السيء جدا على مدار اكتر من موسم او موسمين كمان بالنسبه ل طبعا مورينيو مع مانشستر يونايتد. بالتالي المفاوضات دي عملت تكهنات كتير، والبعض قال ان مورينيو اشترط ان سيرجيو راموس يمشي، طبعا نجم وقائد فريق ريال مدريد، عشان يوافق على تدريب الفريق خلال المرحله المقبله. اعتقد صعب جدا ان مورينيو يطلب الطلب ده، راموس من افضل المدافعين على مستوى العالم. كمان يا مورينيو يعني انت لسه سايب مانشستر يونايتد والناس يعني مش متفائله بيك قوي، هم ممكن ريال مدريد الفتره دي مش لاقيين مدربين جامدين. طبعا يبقى مورينيو اسم كبير قوي قوي في عالم التدريب جدا يعني، لكن برضو ما اعتقدش ان مورينيو هيطلب شرط زي ده من المسؤولين في ريال مدريد. بشكل عام نتمنى لريال مدريد، انا بحب ريال مدريد بصراحه، نتمنى لهم ان هم يرجعوا بسرعه لتدعيم الصفوف كمان اولا قبل الجهاز الفني بلاعبين جيدين عشان يقدروا ينافسوا على البطولات ما عدا بطوله دوري ابطال اوروبا عشان يقدر الاهلي يحصلهم ان شاء الله. طيب نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل ونستقبل ضيفنا العزيز النهارده في الاستوديو استاذ محمود باهي الناقد الرياضي للحديث عن العديد من الامور المحليه والعالميه وكمان كل ما يخص النادي الاهلي بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ضم لي في هذه اللحظات طبعا استاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق. استاذ محمود منورنا ومشرفنا. مساء الفل يا امير، مبسوط ان انا معاك النهارده. كل سنه طيب وسنه وكل مصر بخير ان شاء الله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طيب في ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها مع كل مشاهدينا ومتابعينا، ونبتدي بالنادي الاهلي ومباراه سموحه ورؤيتك للفريق في هذه المباراه ورايك فيها وفوز النادي الاهلي بهدف بعد فتره من عدم الفوز والعوده للانتصارات كان شيء مهم اكيد. طبعا كانت مباراه سموحه مباراه صعبه من ضمن المباريات الصعبه للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. فريق سموحه فريق قوي عنده عناصر مميزه، عناصر خبره كتيره في الفرقه، عناصر سبق ليها انها تلعب في الاهلي والزمالك، شفنا برده مشاركه عمرو بركات مع نادي سموحه برده عنصر كان بيسعى اللي هو اثبات ذاته. النادي الاهلي طبعا كان خارج من خساره ضد بيراميدز، فطبعا وداخل بعدها على مباراه في محك افريقي قوي ضد فيتا كلوب، فكان المكسب ضروري جدا. كان في يعني لحد ما كان الاداء افضل شويه، شفنا فرص كتيره للنادي الاهلي في مباراه سموحه، شفنا جمل فنيه، شفنا عناصر جديده بدات ضخ دم جديد للفرقه زي جيرالدو زي محمد محمود اللي هو للاسف اصيب سريعا والجهاز الفني ما لحقش يتهنى بيه زي ما بنقول، هو لعيب خامه مبشره وواعده، ونتمنى له طبعا كل الشفاء ويرجع ان شاء الله افضل مما كان يا رب ان شاء الله. فاعتقد ان كان مكسب مهم على جميع الجهات، يعني كان السيئه بتاعته الوحيده او السلبيه بتاعته الوحيده كانت اصابه محمد محمود. كان انت من الضروري دلوقتي انك في مرحله تجميع النقاط ما بتبصش للاداء، لكن بشكل عام كان
اداء الفريق الهجومي كان فيه، شفنا فرص لرمضان صبحي، شفنا محمد شريف، شفنا تنوع هجومي شويه في اداء النادي الاهلي كان مفقود في الفتره اللي فاتت. فاعتقد ان هي برده كانت نتيجه معنويه ومهمه جدا قبل مباراه فيتا كلوب. اكيد طبعا فوز بيجيب فوز، واكيد ان شاء الله النادي الاهلي يوصل الانتصارات بعد الفوز على سموحه. لكن للاسف يعني كنا بنتكلم عن محمد محمود والاصابات، من رؤيتك تفسيرها ايه خلال الفتره دي؟ عدد كبير جدا من الاصابات في صفوف النادي الاهلي وما بتخلصش للاسف. هو طبعا بعيدا عن يعني بيقال زي في مواقع التواصل الاجتماعي الحسد والجن والشياطين والكلام ده، طبعا الناس يعني بتحاول برضو امر فكاهي وكده، لكن هو طبعا اصابات قدر في الاول في الاخر. اعتقد ان النادي الاهلي في الفتره اللي جايه محتاج طبيب نفسي. انت طبيب نفسي ده شيء مهم، لازم يكون عندك طبيب نفسي. انت دلوقتي بشكل كامل مش النادي الاهلي بس يعني. انت دلوقتي كل مباراه تقريبا بيقع منك لعيب مؤثر، مباراه تخسر فيها احمد فتحي بعد غياب طويل يرجع لنفس الاصابه. في طبعا لوم شديد وكبير جدا على طبيب النادي الاهلي. انا هقول لك انا ضده شويه ليه، لان انا راجل مش دارس طب. لازم برضو نشوف رد فعل الطبيب ايه، يعني احنا بنسمع من جهه واحده، الناس كلها بتشخص بعينيها. في حاجات منطقيه يعني انا برضو معاك ان الدكتور ملوش ذنب في الاصابه دي، لان الدكتور بيشخص حاله، الدكتور بيشخص حاله وبعدين بيعالج المريض مثلا بشكل عام، لكن مش هو اللي بيعور اللاعب مثلا، هو اللي بيجيب له الشده، هو لا، في حاجات تانية تاهيليه وبدنيه ممكن تؤدي للاصابه. بالزبط. الدكتور ملوش ذنب، هي نغمه طالعه خلال الفتره دي، لكن ممكن يبقى ليه ذنب لو شخص غلط. بالظبط. وبعدين اصل الاصابه الاخيره لمحمد محمود هو اصيب ورجع للملعب تاني، فكانت ممكن تكون الاصابه الاوليه كانت كدمه في الركبه مثلا، كدمه عاديه، وبعد كده تضاعفت الاصابه لحاجه ثانيه. فهي وارد، احنا التفاصيل مش عند الناس كلها، فلازم نسمع من الطرفين. دي نقطه. النقطه الثانيه بقول لك الاسباب النفسيه دلوقتي، الخوف الاكبر ان دلوقتي يكون لعيبه النادي الاهلي كل مباراه بتخش مصاب لاعب. فهل ده ممكن الهاجس ده يعني يتسرب لباقي اللعيب؟ هتبقى مشكله كبيره. كمان الطبيب النفسي مش عشان خاطر الاصابات او الخوف من الاصابات، لا، انت دلوقتي زي ما احنا بنقول في ضغط رهيب جدا جدا من المباريات والمنافسه، وفي نفس الوقت انت مطالب انك تعوض فرق النقاط عشان تنافس على لقب الدوري اللي انت حامل اللقب بتاعه في اخر 3 سنين. فكل الامور دي محتاجه تهيئه نفسيه، ان اللعيب انزل ويلعب عادي جدا. الموضوع ده مكسب وخساره، ممكن تأدي اللي عليك وتخسر عادي، ممكن تلعب مباراه مستوى متواضع وتكسب. عشان كده اعتقد ان الطبيب النفسي هيكون مهم جدا جدا النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، زي ما بقول لك مع ضغط المباريات والمنافسه على اكتر من بطوله، وفي نفس الوقت انت باصص لتارجت بعيد عنك شويه اللي هو لقب الدوري، زي ما انت كنت بتقول ان دلوقتي يظهر ان الاقرب نادي الزمالك هو متصدر البطوله. فكل دي ضغوط بتحمل على اللاعب، زائد كمان خلي بالك ان لعيبه جايه بطموحات كبيره. بالظبط. لعيبه جايه بمبالغ كبيره. فكل الناس دلوقتي مستنيه اللمسه الاولى لحسين الشحات، وامتى هيسجل حسين الشحات، وامتى البصمه الاولى لمحمد محمود، وامتى البصمه الاولى لجيرالدو. فكل دي ضغوط، ودلوقتي اللعيب بيتابع كل ردود الفعل على السوشيال ميديا اول باول. فاعتقد ان دي ضغوط كبيره جدا محتاجه للي يحتويها. الموضوع مش مجرد ان احنا اللي هو بنتكلم كلامه خلاص، لا، لازم يكون في طبيب نفسي يؤهل الفريق. واعتقد ان الطبيب النفسي سبق ان النادي الاهلي استعان بيه في فترات سابقه مع مانويل جوزيه. طيب. دكتور محمد فكري كان متواجد في الجهاز الفني لمستر مانويل جوزيه، وكان ليه دور كبير جدا على فكره مع الجهاز الفني، لكن كله طبعا يرجع للرؤيه الاداريه الخاصه بالنادي الاهلي، ده شيء اكيد مهم جدا. هل شايف ان المنافسه على البطوله، بطوله الدوري، لسه في المتاح او في المتناول بالنسبه لفريق النادي الاهلي؟ طبعا انت مشوار طويل، انت يعتبر دلوقتي نهيت نص مشوار البطوله، يعني اللي هو الدور الاول. وفي النادي الاهلي نفسه ما اكملش مباريات الدور الاول النهائي، لعب اعتقد 13 او 14 مباراه، فاضل له 3 او 4 مباريات ثانيه. بالظبط. زائد برضو انت حط في حساباتك ان الفتره اللي جايه في محكات هتفرق بقى. نادي الزمالك داخل في بطوله افريقيا في ملحق كونفدراليه، وبعد كده يخش دور مجموعات. فهل هو برضه هيتعامل مع الضغط ده؟ يعني الناس دلوقتي تقول اشمعنى مثلا لعيبه الاهلي بتتصاب كتير، ومش ضغط المباريات برضه، ضغط المباريات ليه دور كبير جدا. وبعدين غير كده نقطه الطبيب النفسي، الناس برضه خافي عليها سبب تاني، ان النادي الاهلي يعني 2 نهائي افريقيا ورا بعض يخسر بطوله في المباراه النهائيه،
فدي برضو بتعمل هزه نفسيه أكيد. كبيره على كل الاصعده أكيد. انت برضو لما تفقد حاجه انجاز كبير بتكون انت نفسك من جواك يعني انت عايز تعوض في لعيبه بتسمع ان هي دلوقتي انك اللاعب الفلاني لا يصلح للنادي الاهلي وهو ما زال بالفريق فده طبعا كل ده بيشكل عبء كبير جدا فاللاعب لما بيجي ياخد فرصته او بيكون بعيد عن المشاركه لانه بتاثر نفسيا يتصاب او حتى ما يقدملكش المستوى اللي انت مستنيه منه بالزبط. رغم ان هو ممكن يكون لاعب مميز ممكن يكون عنده امكانيات ممكن يكون كمان منضم للنادي بمبلغ كبير فنقطه المنافسه على الدوري لا المشوار لسه ما زال طويل جدا وان كان يعني المؤشرات دلوقتي لصالح نادي الزمالك لان نادي الزمالك بيستغل التعثر ما انت ممكن الاهلي يتعثر والزمالك يتعثر لكن هو الفارق السنه دي ان نادي الزمالك بيكسب في 7-8 انتصارات متتاليه بشكل كويس بصراحه في نفس الوقت بيراميدز لسه متعثر مع المصري فاعتقد ان نادي الزمالك هو استفاد من التعثرات دي هل بقى الايه هتتقلب دي برضو مع دخول مباريات ومع معد زي ما نقول دوري الابطال والكونفدراليه وبعد كده ضغط المباريات انت هتلعب دلوقتي زي ما الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بيقول ان هو مفيش مجال للتاجيل لانك انت برضو داخل عليك بطوله كاس افريقيا وعايز تخلص كل الاجنده لانك انت برضو عندك بطوله مؤهله الاولمبياد هتبقى هتقتحم بدايه الموسم الجديد فاعتقد الفريق اللي هيقدر يتعامل مع الضغوط والفريق اللي هيبقى عنده دكه قويه هو اللي هيقدر يكمل مشوار المنافسه للنهايه لكن زي ما بنقول دلوقتي الدوري لن يحسم من دور واحد وان يبدو يعني الزمالك اقرب لان هو استفاد من تعثر المنافسين بعد تعثر بيراميدز كمان امام المصري في مباراه كانت اكثر من 3-3 يعني والسنه دي كمان الدوري يعني ما فيش مباراه مضمونه يعني ممكن تلاقي يعني مثلا مثال نادي الداخليه مثلا نادي الداخليه النادي الاهلي تعادل معاه في الدقائق الاخيره نادي الزمالك تعادل يعني فاز عليه بصعوبه كبيره جدا وكان مغلوب ففي فرق في عندك المقصه عندك سموحه كل فرقه بتحاول تدعم نجوم نفسه كسب وكمان الدور الثاني عموما بيبقى اصعب طبعاً. الدور الثاني اصعب لان في فرق بتسعى ان هي تهرب من الهبوط والفوارق في النقط قريبه جدا في فريق زي انبي دلوقتي هتلاقيه في المؤخره اعتقد انبي مش هيفضل طول عمره في المؤخره لا فهتلاقي الدور الثاني في اداء شرس هيكون الصراع على النقطه قوي جدا جدا أكيد. فالفريق اللي هيقدر عنده ثبات انفعالي اقوى وعنده تشكيله قويه وبدائل وعنده فكر فني يقدر يدير المنظومه دي هو اللي هيكون اقرب لللقب يعني طيب سؤالي كان على بيراميدز هل شايف ان هم ممكن يكون عندهم النفس الطويل للمنافسه على البطوله هم دلوقتي في المركز الثاني اعتقد الاهلي لو كسب مؤجلاته هو اللي هيبقى في المركز الثاني هل فرصهم قائمه للمنافسه على البطوله بعد تعادلهم الاخير امام مصر هو اللي بيرشح بيراميدز ان هو عنده تشكيله قويه جدا من اللعيبه دي حقيقه وعنده برضه جهاز فني مميز يعني كابتن حسام حسن برضه مع المصري 3 سنين عامل انجازات كويسه جدا وصل لقبل نهائي الكونفدراليه الموسم او العام اللي فات فاعتقد ان بيراميدز يعني على الاقل ان لم يعني ينافس هيكون موجود في الاربعه الاوائل في الاربعه لان هو عنده تشكيله قويه جدا عنده لعيبه دوليه احمد الشناوي لاعب دولي عنده علي جبر مدافع لاعب كاس عالم عنده عبد الله السعيد لاعب كاس عالم عنده تشكيله محترفين كيلو لعيب كويس جدا طبعا. فلكن نتائجه تبدو ان هو ايه يعني مش يعني مستقره متذبذبه يعني المفروض على الاسماء دي تبقى النتائج افضل من كده بكتير بكتير يعني انت ما تبقاش كسبان 3-1 وتيجي تتعادل في الدقيقه 92 والدقيقه 96 عوامل البطوله عنده مش موجوده قوي يعني لكن التشكيله رغم موجودة. العناصر اللي عنده كلهم اعتقد خدوا بطولات قبل كده يعني ناس عندهم خبرات البطوله بس انت برضو في نفس الوقت انت متشكل فريق يعني مثلا بره مثلا مانشستر سيتي او باريس سان جيرمان ما ضم لعيبه سبق ليها الفوز ببطولات كتيره لكن لغايه دلوقتي ما خدوش دوري ابطال اوروبا بالظبط يعني هو بالنسبه الدوري المصري بالنسبه لبيراميدز زي دوري ابطال اوروبا بالنسبه لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ممكن يعمل انجاز على المستوى المحلي ممكن يكسب بطوله كاس اللي هي بطوله بتعتمد على النوك اوت اللي هي مباراه خروج المغلوب لكن بطولات النفس الطويل ما بتتخلقش الدفع بين يوم وليله انت جايب كده زي ما بقول لك ايه جايب ورده من كل بستان لكن لسه الانسجام مش واضح وبتشوف لعيبه بتنضم قبل المباريات ب3-4 ساعات وتتايد وتنزل وتشارك وكل حاجه فدي برضو الملامح مش واضحه يعني الملامح مش واضحه لبيراميدز لكن هو بالتشكيله دي لا هو موجود في اول اربعه بشكل اكيد يعني ابرز فريق لفت نظرك في بطوله الدوري بخلاف طبعا فرق المقدمه وفرق اللي في اخر الجدول مين الفريق اللي انت شايفه يعني فريق جيد جدا من جميع الجوانب ومفاجاه بالنسبه للجمهور في بطوله الدوري السنه دي المقصه ماشي بشكل كويس جدا المقاولين برضو في طفره مع كابتن عماد النحاس وعنده لعيبه صغيره في السن موهوبه جدا اعتقد الاسماعيلي يعني مشكله الاسماعيلي برضو ان هو غارق في بين نتائجه او بدا الموسم بشكل وحش وبعد كده دخل في بطوله افريقيا
كيلو عنده عناصر مميزه برضو موجوده في منتخب مصر، تدعيمات قويه قوي على فكره. والدور لاعبين تقريبا لحد دلوقتي، والدور الثاني هيكون اقوى، فده اللي احنا بنقول عليه ان هو برضو الدور الثاني انت انتظر انتفاضه اكتر من فريق ام بي بتروجيت الاسماعيلي، المقصه ما زال زي ما هو، فهتلاقي في سموحه برضو فريق قوي. فعشان كده هي الفرق اللي هي الخمس ست انديه دي هي اللي هتحكم بشكل كبير مين هو بطل الدوري السنه دي. طيب نقفل الملف المحلي وبطوله الدوري، نروح نتكلم عن بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي اكيد بطوله هامه جدا، نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي وكمان للفريق الاسماعيلي ان هو يكون موفق في هذه البطوله ويتخطى الادوار يعني ويوصل لابعد مدى بما انه فريق مصري. لكن بطوله صعبه، النادي الاهلي بيفتقدها بقاله خمس مواسم وبيوصل كمان نهائي وبيخسر، وبدايه امام فريق قوي فريق فيتا كلوب، شايف البدايه ازاي من وجهه نظرك؟ طبعا فيتا كلوب فريق متمارس وصيف كونفدراليه، وصل لنهائي دوري الابطال في 2014 ضد وفاق سطيف، فريق قوي عنده برضو تدعيمات قويه، عنده قوه ماديه كبيره، عنده ملعب كبير ملعب الشهداء انتظر فيه فوق ال 50,000 متفرج، فريق على ارضه شرس يعني كل الانديه العربيه حتى نهائي الكونفدراليه الموسم اللي فات او الشهر اللي فات كسبان الرجاء 3-1 3-1 فهو فريق قوي عنده عناصر كويسه جدا، عنده عناصر كانت حتى مترشحه كسب المصري 4-0 النادي الاهلي وكسبان المصري 4-0 على ارضه. فريق يعني بدا ياخد مكانه مازيمبي اكتر شويه، يعني مازيمبي تراجع هو بدا يفوق شويه مع ان مازيمبي امكانياتهم اكبر، هم عندهم امكانيات الماديه كبيره سواء هو او مازيمبي، هم فرقتين على ملعبهم يعني فرق قويه. السنين اللي فاتت كان برضو في بطوله 2014 هو كسب نادي الزمالك رايح جاي اعتقد في اسكندريه وفي كونغو الديمقراطيه، فهو فريق قوي وعنده عناصر كويسه مش هتكون بالمواجهه السهله، لكن برضو في نفس الوقت النادي الاهلي في يناير دعم صفوفه بلعيبه كويسه اعتقد ان هي تصنع الفارق ان شاء الله. لازما تكون البدايه قويه لان دايما النادي الاهلي السنه اللي فاتت كانت البدايه ضعيفه شويه بالزبط. نقطه من اول مباراتين ورطت الفريق، لا انت لازما دلوقتي تستغل كل مباراه على ملعبك، خصوصا انت الجوله الثانيه هتطلع مواجهه في الجزائر مش مضمونه برضو ايا كان فريق شبيبه الثوره، اي نعم مواجهه جديده على الكره الافريقيه لكن في نفس الوقت انت مواجهات صعبه بتعرف شويه مباريات صعبه مع فريق عربي في ملعبه صعب، يعني حتى برضو حد كان يتخيل النادي الاهلي يخرج من الوصل الاماراتي مع احترامنا طبعا الوصل الاماراتي مش من انديه القمه السنه دي على الاقل في الدوري الاماراتي، بس نجح ان هو يفجر مفاجاه ويخرج النادي الاهلي من البطوله العربيه. فاعتقد ان الاهلي مطالب ان هو يريح نفسه في بطوله افريقيا عشان برضو يقدر لو حابب ان هو او هو لو عايز او لو رايد او عنده اصرار ان هو ينافس على بطوله الدوري ما يقدر بيضغطش نفسه على كذا جبهه يعني. فهو مطالب ان هو يبدا لتكون بدايه قويه، اعتقد لو النادي الاهلي جمع 7 نقط مثلا في جوله الذهاب اللي هي اول 3 مباريات اعتقد ان هو بنسبه كبيره هيحسم التاول في الجوله الرابعه ويبدا بقى يتفرغ لبطوله الدوري، وفي نفس الوقت الاستعداد بقى لمرحله الادوار الاقصائيه لان هو وفيتا كلوب هم الاقرب من التاهل في المجموعه دي. بالظبط. في رؤيتك شايف انت الاهلي يعدي المرحلة الصعبة دي؟ احنا كلنا تخيلنا ان ممكن بعد شهر واحد الفريق يعود كل المصابين، يعود طبعا تواجد صفقات جديدة بجانب الفريق اصلا او اللاعبين او العناصر المتواجدة في صفوف الفريق، عناصر اكيد جيدة. متى يتخلص النادي الاهلي من هذه الفترة الصعبة جدا من وجهة نظرك؟ هي بص فترة صعبة معرض ليها اي فريق في العالم، احنا شفنا ريال مدريد مثلا بعد 3 دوري ابطال اوروبا، زيدان مشي، رونالدو مشي، فريق غير 2 مدربين، بدا بلوبيتيجي ثم سولاري ثم دلوقتي برضو بيعاني نفس المشكلة اللي بيعاني منها النادي الاهلي، كم اصابات غير طبيعي في صفوف ريال مدريد. فاعتقد ان النادي الاهلي هيعدي المرحلة دي لو خلص المؤجلات والفارق النقط مثلا ما يزيدش عن 7 نقط او 5 نقط، لان اي تعثر تاني في فتره يناير بالذات لانك انت متوقع ان في اضافات جديده ممكن تيجي الفريق صفقه او 2 جداد ممكن بالظبط. هنتكلم على الصفقات بالتفصيل بس يعني اتفضل. فاعتقد ان هي فتره يناير دي انت تحاول تخرج منها باقل الخسائر تاني، لك عندك مواجهات مهمه جدا، عندك اعتقد مواجهه المقصه يوم 24 يناير، عندك مباراتين في بطوله افريقيا، فاعتقد ان هو فتره الدور الاول تعدي فارق نقط مثلا من 5 ل7 نقط اعتقد هيبقى فارق قريب تخلص بس مرحله المؤجلات وضغطة المباريات. بعد كده اعتقد ان هو الدنيا هتمشي عادي جدا ويرجع الاهلي لمكانته مع الوقت، الفريق محتاج مثلا نقول 5-6 انتصارات متتاليه هتلاقي الدنيا بتمشي بشكل عادي. انت بدات فعلا بعد رحيل كارتنون بدات بخساره من المقاولين لكن حققت 3-4 انتصارات متتاليه، بعد كده جيت تعثر مع داخلية. اعتقد الداخليه ثم بيراميدز، بعد كده بدات تنطلق تاني، لا انت محتاج مثلا شهر كامل
بدون تعادل او خساره تكسب بس ساعتها بقى تبتدي الثقه ترجع واللاعب يبقى بيلعب باريحيه نفسيه. لكن انت دلوقتي تذبذب ماتش خساره ماتش تعادل ماتش فوز وبعد كده كل ماتش يقع منك لعيب دي كلها عوامل بتضغط الفرقه واللعيب نفسه بيبقى داخل الملعب قلقان طبعا هو محمل بعمالك لازم تكسب وفي نفس الوقت خايف من الاصابه عشان كده موضوع طبيب الناس هيكون مهم جدا اكيد طبعا. طيب بمناسبه الصفقات من الصفقات اللي خلاص النادي الاهلي تعاقد معاهم بشكل رسمي شايف مين اقربهم للتواجد في التشكيل الاساسي بالنسبه لفريق النادي الاهلي الفتره الجايه؟ الاهلي خلاص وقع معاهم بشكل رسمي لينضم لصفوف الفريق بشكل رسمي مين اقربهم ان هو يكون متواجد فيه؟ هو اوريدي في رمضان صبحي فرض نفسه تمام في طبعا محمد محمود قبل الاصابه حسين الشحات اعتقد يعني لعيب عليه آمال كبيرة جدا لعيب جوكر بيلعب في كذا مركز صفقة جاية بتمن كبير فأعتقد مش هتبقى في مجال إن هو انتظار انسجام أو لياقة بدنية لا هو جاي جاهز وجاي إنه يلعب. أنت لما بتجيب لعيب بمبلغ كبير أنت مش وقت إن هو تركنه وتستنى لا هو جاي يلعب فهو مكانه موجود. جيرالدو أعتقد هيكون ليه دور في مباريات الدوري لأن هو طبعا مش مقيد في القائمة الأفريقية. محمود وحيد جاي طبعا على منافسه شديده جدا مع علي معلول بالظبط فاعتقد ان هو دوره دلوقتي مش هيظهر بشكل كبير غير مثلا ممكن نلاقيه في بعض مباريات الدوري لما تضغط الدنيا على النادي الاهلي او كده فاعتقد ان هو هتكون فرصه اللي هي ايه يعني اقل شويه. ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم برده من ضمن المراكز اللي هي الملحه في النادي الاهلي فعلا. فاعتقد ان هو هيكون دوره موجود خصوصا اعتقد سليف كوليبالي اخر مباراه ليه المباراه الجايه النادي الاهلي بيعاني من نقص شديد في مركز قلب الدفاع فاعتقد برضو ان هي من ضمن الصفقات اللي هي جايه تلعب يعني مش جايه لسه هتتجهز وكده هي جايه تلعب لان هي الفريق بيعاني من مشكله كبيره في المركز قلب الدفاع اصابه سعد سمير اصابه نجيب اصابه ربيعه فاعتقد ان هو لازم يكون في دلوقتي حل. انت كنت بتلعب بطرفين في قلب الدفاع بالظبط مش مركزهم الاساسي ايمن اشرف ومحمد يعني فاعتقد برضو ان ياسر ابراهيم من ضمن العناصر اللي هيكون ليها دور اساسي ان شاء الله الفتره اللي جايه مع الفريق. طيب القادم بقى بالنسبه للنادي الاهلي من حيث الصفقات هل النادي الاهلي اقترب من التعاقد او الاعلان عن بعض الصفقات خلال الفتره الجايه ولو كده هيبقى كام صفقه مثلا؟ هي مش هتزيد عن اثنين يعني مش هتزيد عن اثنين لاعب الوسط ممكن توصل لثلاثه على فكره. على حسب برضو المستجدات اللي جايه على حسب انت برضو في عندك لعيبه موقفها غامض شويه جونيور اجاي موجود ولا لا؟ موجود بقول يعني في مسجدات كتيره جدا تمام. في كلام عن لاعب افريقي لاعب وسط في كلام عن حمدي فتحي امبي في كلام دلوقتي ترشيحات طلعت من اول وجديد عن احمد الصالح المدافع منتخب سوريا فاعتقد الفتره اللي جايه المستجدات هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. هل المباريات اللي جايه هتسفر عن اصابات جديده؟ هل موقف بعض اللعيبه اللي هي غايبه بقالها فتره طويله رامي ربيعه هيكون موقفه ايه؟ محمد نجيب هيكون موقفه ايه؟ عمرو جمال المحطوط على قائمه الانتظار يكون موقفه ايه؟ فدي اللي هتحسم بشكل كبير. المصابين اللي هم بقى لهم فتره برده زي صلاح محسن برده موقفهم ايه؟ فالدنيا هتتضح خلال مثلا اسبوع كمان هتتضح بشكل رسمي. هل الاهلي هيضم لاعبين على الاكثر زي ما بنقول ثلاثه بس هي مش هتزيد عن اثنين انا ده تتوقع يعني. لا بس انا بقول لك وارد ان هي توصل لثلاثه يعني بس المهم يعني ان كل الصفقات النادي الاهلي يقدر يتعاقد معاها تكون يعني داعم للفريق بشكل قوي جدا وفي المراكز اللي محتاجها فعلا فريق هي المراكز دلوقتي بالزبط. اللي محتاجها قلب الدفاع وخط الوسط هي دي انت دلوقتي في قلب الدفاع انت ضميت اوريدي ياسر ابراهيم محتاج مدافع كمان؟ طبعا احنا بنقول احنا الفتره اللي جايه في دوري في كاس في بطوله افريقيا بالظبط انت محتاج يكون برضو البديل ما يكونش المسافه بعيده بينه وبين الاساسي فاهمني. في نفس الوقت انت برضو هتكون صعب جدا انك تخاطر مثلا محمد نجيب ورامي ربيعه بقى لهم شهور بعيد عن الملعب فصعب تخاطر بيهم في مباريات زي دي. لا انت لازم الاول تجهزهم في ثلاث اربع ماتشات وديه تمام. لكن مش هترميهم في النار مره واحده لا طبعا فاهمني. فعشان كده بقول لك الموقف رؤيه لاسارتي الناس دي هيحتاجهم ولا لا هيكتفي بيهم ولا هيحتاج عناصر جديده. اخر تطورات المفاوضات ما بين النادي الاهلي وانبي بخصوص حمدي فتحي من خلال معلوماتك؟ هو الكلام كله واضح ان هي كان في اتجاه لصفقات تبادليه واضح ان صفقات التبادليه ما حصلش اتفاق ما بقتش مطروحه. لا 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 ما بقتش مطروحه حتى نادي انبي خلاص العناصر اللي هو كان محتاجه اوريدي بدات تتوزع على انديه ثانيه زي مثلا احمد حمدي راح الجونه كلام برضو على خلافات ماديه عرض ب 25 مليون لا انبي محتاج 30 مليون فهي الصفقه ماشيه في السكه دي. وبعدين غير كده كل نادي دلوقتي الاهلي بيجيب منه لعيب هو بيحاول يحقق اكبر مكسب بالظبط هو شايف ان في فلوس كتيره بتدفع فانا برضو طمعان ان انا اخرج بمكسب كبير. شايفين مثلا الشحات جايب ملايين رمضان صبحي محمد محمود جيرالدو
فليه انا ما اطمعش واخد واحقق اكبر مكسب، خاصه ان انا هفقد عنصر اساسي مثلا زي في امبي حمدي فتحي مثلا. فاعتقد ان النادي الاهلي هيواجه صعوبه كبيره جدا في موضوع اتمام الصفقات اللي هي مش هتتم يعني بالخطط الموضوعه. يعني مثلا انا مجهز ميزانيه معينه لصفقه، لا هتوسع منه لان السوق دلوقتي ما بقاش ليه ملامح وما بقتش معاييره ثابته. بنشوف لعيبه مثلا مع احترامنا لعيبه كتيره جدا مبالغ عاليه، طب انت ازاي المبلغ ده عالي وهو لعيب مش دولي اصلا؟ فاعتقد الفتره اللي جايه النادي الاهلي يعني ازمه فتحي حمدي فتحي يعني الصفقه بتروح وبتيجي، كانت قريبه الفترات وبعد كده بعدت شويه، بعد كده صفقات تبادليه، بعد كده بقى الخلاف على المقابل المادي. فاعتقد النادي الاهلي في الفتره الجايه هيكثف يعني لسه انت النهارده 8 او 10 يناير تقريبا، لسه قدامك 21 3 اسابيع كامله مسجدات كتيره جدا ممكن تحصل. ممكن لعيبه تطرح من اول وجديد، خاصه المشكله برضو ان في لعيبه بترفض الصفقات التبادليه، يعني في لعيبه دي برضو اللي بتأزم الموقف. في لعيبه تبقى شايله تقول لك انا اكبر من ان انا اتحط في صفقه تبادليه، فدي برضو بتأزم موقف المفاوضات يعني. بالمناسبة حسين الشحات تم قيده في القائمة المحلية النهاردة بشكل رسمي، وأكيد هيكون متواجد كمان في القائمة الأفريقية. هو متواجد أصلا أوريدي دلوقتي في معسكر الفريق في برج العرب استعدادا لمباراة فيتا كلوب، هو وياسر إبراهيم وجونيور أجاي متواجدين في المعسكر. طيب هل النادي الأهلي بخلاف الصفقات محتاج بعض العناصر الطبية أو الأجهزة الطبية اللي ممكن يعني تساعد في التخلص من الاصابات، تساعد في تجنب الاصابات، ان هو يحاول يجيبها خلال المراحل المقبله، اجهزه استشفاء بشكل عام من اللي بنشوفها في اوروبا وفي مختلف انديه العالم؟ هو الموضوع ده اتطرح كتير جدا يعني. يعني مش قضيه العام زي ما بيقول. طبعا انت لما تكون فريق بيلعب على مستوى عالي، بيلعب على خطط على اهداف كبيره، افريقيا دوري وكاس وبينافس على كل البطولات، محتاج ان هو جهاز طبي على اعلى مستوى، امكانيات طبيه على اعلى مستوى، اجهزه حديثه، ملعب تدريب يكون ارضيته كويسه. يعني انت ممكن تكون سبب الاصابات دي ملعب التدريب، وارد برضه، بس دي ما حدش كتير بيشير لها. القصه دلوقتي في ازمه الطبيب، او الطبيب محمل هو او يتحمل المسؤوليه الكامله، يعني الجمهور كله بيشير للطبيب هو سبب الازمات. طب ما في اصابات مثلا طبيب ملوش دخل بيها، فايه المشكله؟ ممكن تكون احمال بدنيه، هل اللعيب نفسه مقصر؟ هل اللعيب مثلا تغذيه او معدل نوم او الامور دي كلها بتفرق كتير جدا جدا. طبعا انت محتاج اجهزه طبيه على اعلى مستوى، محتاج اجهزه تاهيليه على اعلى مستوى، محتاج معد بدني محترف بمعنى الكلمه، ينسق الاحمال البدنيه لكل لاعب لانها بتختلف من لاعب لاخر. وشفنا تجارب كتيره نجحت مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وفي برضه تجارب ما نجحتش، بس اعتقد ان جهاز طبي على اعلى مستوى لازم لازم بشكل كبير وعاجل. يعني جهاز طبي بمعنى ايه؟ يعني الدكتور مثلا؟ يعني الموضوع انا ما اعتقدش ان هو موضوع دكتور، واحنا اتكلمنا في الحته دي قبل كده، لكن قصدك جهاز طبي كاجهزه مثلا متواجده تساعد؟ لا جهاز شامل، يعني طبيب متخصص في التغذيه، طبيب متخصص بشكل كامل يعني. طبيب متخصص في العلاج الطبيعي على اعلى مستوى، يعني اعلى مستوى، لان ده حاجه مهمه جدا. انت دلوقتي زي ما بقول لك عندك ضغط كبير جدا، عندك لعيبه دوليه، يعني عندك لعيبه برضه هتاخد منافسات دوليه، مش هيبقى مع الاهلي بس، مع منتخب مصر، انت داخل كاس افريقيا، فانت محتاج انك تاهل على مستوى عالي. فعشان كده بقول لك لا، الجهاز الطبي في النادي الاهلي هو محتاج تطوير، لكن برضه في نفس الوقت الطبيب وحده ما يتحملش المسؤوليه، لازم نسمع من الطبيب نفسه تفسيره ايه للاصابات دي. بس طيب اكيد ده شيء مهم جدا. بالمناسبه يعني البعض بيتكلم خلال الساعات دي ان ممكن تكون اصابه محمد محمود مش رباط صليبي، لكن الرسمي حتى الان يا جماعه ان محمد محمود اصابته قطع في الرباط الصليبي. البعض بيقول ان نادر شوقي وكيل اللاعب يعني هيعرض الاشعه على طبيب الماني عشان يتاكد من حجم الاصابه بالظبط، وهل هي رباط صليبي ولا غضروف بس، والامور ماشيه ازاي. احنا كنا بنحاول نجيب لكم نادر شوقي وكيل اللاعب، لكن للاسف مش عارفين نوصل له. لكن اللي اتاكد او هم بيقولوا لي هم دلوقتي زمايلنا في الاعداد ان هو اللي اتاكد في الخبر حتى الان ان هو هيسافر عشان يعمل جراحه الرباط الصليبي، وده الرسمي اللي خرج من النادي الاهلي حتى الان. يعني اكيد كلنا نتمنى ان الاصابه تطلع، كنت ده كان كابوس حصل وخلص يعني، بس لحد هي دايما اصابات الركبه دايما بتبقى حتى لو غضروف حتى برضه بتبقى صعبه. شفنا محمد بس ناجي اهون اربع خمس هي تفرق طبعا في التقنيه اللي تعمل بها العمليه. يعني شفنا برضه في فتره ما عمرو جمال رجع من الرباط الصليبي بسرعه جدا، بس برضه 7 شهور بالظبط، بس تسرعه برضه اثر عليه شويه. وشفنا مروان محسن طول لمده سنه تقريبا، وبس اثر عليه بدنيا، ان برضه لما رجع للفرقه كانت الفرقه اوريدي فائد، بقى في اثاره، بقى في بقى مركزه مهدد. فاحنا طبعا لكن محمد محمود كلنا امل،
ان محمد محمود لاعب صغير في السن يعني، فلنعتبر ان هو تاخر انضمامه للاهلي نهايه الموسم يعني، بدل ما جه في يناير هيجي في الصيف. فهو طبعا معلش هو ده قدر اي لاعب، وربنا يكرمه ان شاء الله وتكون عودته افضل باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. هو لاعب مميز جدا بصراحه، وكان هيبقى عنصر رئيسي في تشكيل نادي الاهلي لان الفريق كان بيعقد عليه امال كبيره جدا. تمام اوكي. هيسافروا المانيا الاثنين. تمام، التأشيرة هياخدوا يوم الاثنين ويسافروا المانيا الثلاث او الاربع عشان العملية. طيب خلاص ماشي. ده شيء مهم موضوع محمد محمود. خلينا نروح بقى نتطرق لجزئية تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية وفوز مصر بحق هذا التنظيم. شايف أهمية تواجد البطولة دي في الملاعب المصرية خلال الفترة دي؟ هو احنا كنا مع بعض من أسابيع وقلنا إن مصر هي صاحبة الفرص الأقوى يعني. فرق التصويت بيوضح إن مصر كانت هي الأكثر تركيزا وإصرارا وتجهيزا وكل وترتيبا وكل حاجة. لما تهزم جنوب أفريقيا 16-1 في عملية التصويت، فمعنى كده إن جنوب أفريقيا ما كانتش داخلة المنافسة بالقوة الكافية. وبعدين اشتراطات، وإحنا عايزين جزء من الأرباح المادية والتسويقية والبث التلفزيوني. زائد كمان ان هي برضو كان من فتره من 2013 كانت هي مستضيفه البطوله. زائد طلع كلام ان هي جنوب افريقيا اتعاقبت، يعني مكتب التنفيذ الاتحاد الافريقي عاقب جنوب افريقيا على مساندتها لملف امريكا كندا مونديال 2026 كندا والمكسيك. وان ازاي ان هي جنوب افريقيا تدعم الملف الامريكي المشترك على حساب الملف المغربي، وخصوصا كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان ليه تصريحات يعني فيها بعض الاساءه للشعوب الافريقيه يعني. فدي تقارير اتقالت من هناك يعني، مصادر قالتها لوكاله الانباء الفرنسيه، كلام اتردد امبارح، مسؤولين من اتحاد جنوب افريقيا بيقولوا احنا مش اقل من مصر وبيشككوا في عمليه التصويت. لا هم اعتقد هم من البدايه ما كانوش داخلين بالجديه الكافيه يعني، او زي ما بنقول بالبلدي بيتلككوا ان هم ما ينظموش البطوله. طب تقدموا ليه اصلا؟ هي مجرد برضو البطوله ليها مكاسب تسويقيه كبيره يعني. وبعدين غير كده مصر وجنوب افريقيا، هي انت عشان تنظم بطوله في وقت ضيق 6 شهور مش لازم تكون دوله عندها الامكانيات طبعا الكافيه يعني، ممكن يكون تعرضوا لضغوط. لكن البعثه او الوفد المصري اللي كان هناك كان عامل شغل هايل جدا، بان في فرق التصويت، ويعتبر يعني جزء بسيط ان هو رد الاعتبار صفر المونديال بتاع 2010 كان جنوب افريقيا تفوقت علينا. فالمكاسب اللي على مصر من بطوله افريقيا لها كتيره جدا، مش هنقول ماديه بس يعني، هي طبعا اكيد البطوله هتتلعب بحضور جماهيري اكيد، وده اكتر عنصر كان مفقود في الملف او يفقده الجيل الحالي من الكره المصريه. الجيل الحالي برضو مظلوم، وفي نفس الوقت كان محتاج ان هو يلعب تحت ضغوط جماهيريه وترجع الحياه بشكل طبيعي جدا. نتمنى ان البطوله ترجع الحياه للملاعب بشكل طبيعي جدا، ويحضر حضور جماهيري بدون تحديد فئات معينه او تحديد اعداد معينه زي ما بنشوف، الملاعب زي ما نقول الفول باور يعني. دي حاجه. حاجه تانية، الجيل الحالي محتاج ان البطوله تتلعب في مصر ان هي تعوض الخساره في نهائي 2017 ضد الكاميرون. اعتقد انت لما بتكون البطوله على ارضك بتكون انت المرشح برضو من ضمن المرشحين الاقوياء. عندك دلوقتي جيل من المحترفين، عندك محمد صلاح من افضل لاعبي العالم، حتى هو بعد استلامه الجائزه الاخيره قال لك ان احنا بنتمنى ان الكاس التامه تكون في مصر، وان هو بيتوقع مواجهه السنغال في النهائي. وهي السنغال فعلا هي دلوقتي اعتقد هي اقوى منتخب افريقي جداً. يعني والباقيين يعني في نيجيريا، في الكاميرون، في تونس، في المغرب برضو منتخب قوي جدا. السنغال اعتقد اقوى، عندهم عناصر قويه سواء ساديو ماني، كيتا بالدي، كلوبالي، عندهم عناصر قويه جدا. وبعدين غير كده هتوفر كمان هتوفر رحلات سفر مرهقه وهتوفر وقت كتير. زائد كمان المكسب للبطوله في مصر ان هي اول بطوله تتلعب في الصيف، فمعنى كده ان المنتخبات هتيجي بالفول باور بتاعها. الاول كانت البطوله تتلعب في يناير، وكانت الانديه الانجليزيه وبالتحديد كانت بتشتكي من اللعيبه الافارقه بتسيب في نص الموسم وتروح. لا، البطوله بقى 24 منتخب هيجوا بكامل نجومهم. في منافسه جديده، في ممكن لو كسبت البطوله تدعم فرص مثلا محمد صلاح انه يفوز باحسن لاعب في افريقيا العام الثالث على التوالي ويعادل انجاز الاسطوره الغاني عبيدي بيليه. ويقترب من يايا توري اربع مرات ورا بعض. فاعتقد ان البطوله ليها مكاسب طبعا، بتدي رساله للعالم كله ان الاوضاع عندنا طبيعيه زي ما قلنا، بتحيي الملاعب المصريه زي ما بنقول. الملاعب المصريه كان بصراحه شكلها وحش جدا وانت بتلعب بدون جمهور، كان حتى دي تصريحات اعضاء اتحاد الكوره ان الشركه الفرنسيه اللي بتقيم عارضين مصر وجنوب افريقيا بتسالت كذا مره ليه الملاعب بدون جمهور.
الملاعب بدون جمهور بتبقى يعني اجواء ميته. طبعًا حتى كان طبعًا في تصريحات لنجوم سبعين قال لك ده زي دوري المدارس انك بتلعب بدون جمهور. فاعتقد الجيل الحالي محتاج انه يلعب بجمهور، محتاج يعيش بقى اللي هي اجواء الطبيعيه لكره القدم. طبعا هيكون في تنشيط سياحي، هيكون في مكاسب ماديه من ادخال عمله صعبه، هتستفيد، هتجهز لاحداث بعد كده، وانت ممكن تطمع في احداث بعد كده زي ما سمعنا تصريحات وزير الرياضه ان مصر بتجهز بنيه اللي هي منافسه بقى على استضافه مثلا احداث زي اولمبياد او كاس عالم ما بعد 2030. فاعتقد ان هي مكاسب البطوله هي كرويه، ماديه، اقتصاديه، تسويقيه، كل حاجه كل حاجه، انك هتلعب بقى ترجع الحياه للملاعب بشكل طبيعي، وهتدي اهتمام اكتر انك تحسن جوده ارضيه الملاعب. ده بقى اللي انا كنت عايز اسالك فيه، هل احنا عندنا ارضيه مهيئه لاستضافه بطوله بالحجم ده؟ احنا بنتفرج على مباريات الدوري بصراحه بنشوف الارضيه مش هي السوبر اللي تلعب عليها مباريات كبيره يعني. ما هو ده واضح حتى في استاد القاهره، استاد القاهره مقفول بقاله شهور كامله. ما هو الموضوع مش استاد القاهره بس، احنا عندنا الدوري بيتلعب على ملاعب ثانيه ما عدا استاد القاهره، فطبيعي ان هو يتم اصلاحه. طب والدوري لازم يستمر وملاعب لازم تتطور كارضيه، ازاي هيقدروا يعملوا المعادله الصعبه دي؟ ما سوء ارضيه الملعب برضو امير، انت عندك في الدوري في مثلا ملاعب معينه بيلعب عليها نص انديه الدوري مثلا او ثلاث اربع انديه، ملعب تمام. السلام يعني تمام. انت بتيجي كل فتره كده تمسك ملعب تهلكه، ملعب السلام فتره، ملعب بتروسبورت فتره، كان قبل كده الكليه الحربيه، كان قبل كده الدفاع الجوي. فاعتقد لما ترجع الحياه بشكل طبيعي والدنيا ترجع كويسه يعني بشكل عادي، لا تبقى مباريات موزعه مثلا، مباراه في الكليه الحربيه، الدفاع الجوي، المقاولين، استاد القاهره، ما يبقاش التركيز على ملعب واحد، ما ده برضه بيأثر. فاعتقد انت لما تيجي تنظم بطوله كرويه زي دي كبيره، يعتبر الحدث رقم 2 أو 3 على مستوى العالم بعد دوري ابطال اوروبا وبعد كاس العالم، او الرابع بعد يورو كمان طبعا. فاعتقد انك هيبقى فيه اهتمام بقى من المسؤولين انك تحسن جوده ارضيه الملاعب، لان طبعا مش هيكون مقبول انك هتظهر بمظهر يعني غير لائق، لا انت بتستضيف حدث كبير وبتبين ان مصر جاهزه، وبرضه بتدي دعاية لنفسك انك احنا جاهزين ان احنا نستضيف بطولات اكبر في المراحل او السنين اللي جايه. فبرضه دي من ضمن المكاسب ان هو ضروري الاهتمام بجوده ارضيه الملاعب، لان ارضيه الملاعب لان سبق نجوم كتير اشتكوا منها وتسببت في اصابات لعيبه كتير. يعني احنا شفنا السنه دي تقريبا كابتن حسام عاشور رجليه اتلوت في حفره في ملعب يعني، فده طبعا ما ينفعش يعني لا يليق يعني. لا وكان اللي مسوق الصوره في بطوله الامم الافريقيه في الجابون ارضيه الملعب في البطوله بشكل كامل، الملاعب كلها كانت ارضيه صعبه جدا وادت لاصابات عديده، كان من ضمنها مروان محسن رباط صليبي. واحنا حتى كان حظنا وحش، كنا بنلعب في اسوء ملعب في البطوله. في اسوء ملعب. فزي ما بقول لك البطوله برضو عندنا في مصر مهما كانت حتى يعني عندنا تحفظات على ارضيه الملاعب في مصر، بس مش هتكون زي ملعب افريقيا باي شكل من الاشكال. انت عندك في افريقيا مثلا الدوله عندها ملاعب كويسه مثلا جوده عاليه، يا مصر، شمال افريقيا، تونس، المغرب، الجزائر، لكن غير كده هتلاقي لا بتخش بقى تلاقي ملاعب ثانيه صعبه جدا، هتبقى مرهقه. عشان كده انت لما تستضيف البطوله في ارضك هيكون ليها مكاسب كتير يعني فنيه، حتى نفسه الجهاز الفني نفسه منتخب مصر تبقى دفعه كبيره للجيل الحالي بقى ان هو ايه تنافس على الصعود لمونديال 2022 وانت بطل افريقيا. طبعا. دي برضه هتفرق معاك في تصنيفك، توقعك مثلا في مجموعه، يعني مش هنقول التصنيف مش هيحط لك سهل وصعب، لكن على الاقل هتتفادى اختبارات ثقيله يعني. بالظبط. طيب من وجهه نظرك ايه الخطوات اللي لازم ناخدها من جانب الجماهيري او في اتجاه الجماهير بشكل عام عشان نحاول نرجع الجماهير تدريجيا للملاعب قبل بطوله الامم الافريقيه؟ هل ده شيء مهم؟ طبعا. هو بص موضوع الجماهير يعني احنا برضو ايه مش عايزين نشيطن الجماهير، يعني الجماهير هم مش شياطين، دي ناس، لا الجماهير ناس بتحب الكوره وناس بتشجع فرقها بمختلف انتماءاتها، وناس هتبقى متحمسه جدا للمنتخب الوطني نفسهم ان هم يحضروا انت والله في زي دلوقتي بقى في قاعده بيانات الحجز الالكتروني، في قاعده بيانات بتسجل بطاقتك، رقم عنوانك، الكلام ده كله، في كاميرات مراقبه. والله يعني سوري كده، انت هتروح تقل ادبك في الملعب استحمل. بالظبط. بس انت مش هتراعي، لان في فعلا امور احنا مثلا هنا في مصر يعني تبدو ان هي مش منطقيه يعني او الناس لا اللي هو نظام ايه نقول يا جماعه ممنوع الشعارات السياسيه او كذا، لك لا ازاي ومش ازاي، لا بره في عقوبات شديده بتوصل نادي باريس سان جيرمان بتوصل بيه الحال ان هو بيقفلوا جزء من المدرج في ملعب حديقه الامراء، العاب ناريه لا مش ممنوع. فهو الجيل بس الحالي هو ايه متحمس شويه، هو فاكر كل واحد عايز يروح يقول اللي هو عايزه. لا طبعا. فانت لا انت التزم والله في قواعد، في 1 2 3 4 روح واستمتع وهيس وشجع والكلام ده كله، لكن في قواعد التزم بيها. في قاعده بيانات بتسجل اسمك وبياناتك، في كاميرات مراقبه،
يبقاش برضو ايه، ما يبقاش عشان ما تبقاش الدنيا عشوائيه. تمام. والله انت هتتجاوز، هتكسر، هتعمل، يبقى انت هتحرم من الحاجه اللي انت بتحبها. احنا في التجمعات الجماهيريه كتيره، منتخب مصر لعب تصفيات كاس العالم كلها في برج العرب، كان فوق 80,000 متفرج. بالظبط. فلا احنا بقى عايزين يعني ولو لمره تبقى حاجه منظمه وتبقى واضحه على الجميع، قاعده واضحه على الجميع، يا جماعه اللي هيغلط يتحمل نتيجه غلطه، وتبقى الدنيا واضحه، ويبقى في نظام، ما يبقاش الدنيا ايه برضو، عشان ساعات الناس بتزعل يقول لك لا محددين فئه معينه، لا كذا، ما انت برضو يعني للاسف انت يعني اللي بيعمل مشكله بتعم على الكل. بالزبط. يعني مثلا اللي بيعمل مشكله طب خلاص هنقفل الدنيا على الناس دي كلها. فشفنا برضو النادي الاهلي في مشواره الاخير بدوري الابطال فقد عنصر جمهوره في مباريات مهمه جدا. بالزبط. كان ملعب فاضي في برج العرب، يعتبر برضو 10,000 في برج العرب يعتبر قليل جدا، كبير. فتبقى الدنيا واضحه وصريحه، والله في نظام الكتروني متسجل بياناتك، هتخش في كاميرات مراقبه، هتتجاوز هيبقى الحساب راضي. طيب ده من جانب الجماهير، من جانب المسؤولين بقى اللي هم لازم يعملوا الفتره الجايه علشان يحاولوا تدريجيا ان هم يرجعوا الجماهير قبل البطوله، هل انت مع الراي ده اصلا ان يبقى في محاولات تدريجيه لعوده الجماهير باعداد اكبر للملاعب وبطولات الدوري او البطولات المحليه في مصر قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه؟ طبعا، ما هو المسؤول هو اللي هيحط النظام، هو اللي هيحدد، ما انت تحط نظام عام على كل الناس. قصدي تبتدي من دلوقتي؟ هو في فعلا محاولات بدات، يعني مثلا وزير الرياضه المهندس اشرف صبحي او الدكتور اشرف صبحي حدد 5,000 متفرج، وشفنا بعض مباريات الدوري كان في حضور جماهيري. لا احنا عايزين الدنيا تتفتح. يعني برضو امير في حاجات الممنوع مرغوب. بالظبط. احنا كنا في الظروف العاديه مثلا مش كل المباريات بيحضر فيها 60,000 و70,000 متفرج. احنا بنشوف مثلا ماتشات الاهلي والزمالك ضد فرق بتلاقي 3,000 و4,000 في العادي، يعني بدون ما تحدد، يعني مباريات مثلا مش جماهيريه، المباريات اللي بيبقى فيها يعني يبقى فيها مثلا حراك جماهيري او فيها اهتمام جماهيري، تلاقي مثلا 5-6 ماتشات في الموسم، اهلي زمالك، اهلي اسماعيلي، اهلي مصري، او الفريق اللي بينافس، او مثلا ماتش نهائي كاس، فيها انديه او ليها انديه او مباراه مهمه، يعني مباراه مهمه في بطوله. لكن غير كده كنا بنشوف الملاعب فاضيه عادي. دي نقطه. نقطه ثانيه برضو المسؤولين عليهم مسؤوليه ثانيه. في برضو بعض التصريحات اللي بتطلع بتعمل حاله هياج او بتعمل حاله سخريه. بالظبط. انت مثلا عايز تفرض نظام، بتطلع تصريح تخليك عرضه للسخريه والتريقه، ولا وهيعملوا. فبرضو المسؤول قبل ما يقول كلمه يحسبها ويوزنها كويس. ونخلي بالنا، لان احنا برضو شايفين الفتره الاخيره في تبادل تصريحات احنا كنا بنشتكي منها قبل موضوع ازمه بورسعيد. يا جماعه يعني الدنيا دلوقتي اصلا ملتهبه خلقه. بالزبط. الجيل الحالي مختلف، طباعه مختلفه، عايز يعمل كل ما يحلو له ومحدش يحاسبه. فالناس برضو تكون كمسؤول انت راعي، انت عايز فرقتك احسن فريق في الدنيا مش مشكله. شايف فرقتك مظلومه مش مشكله. شايف فرقتك بتجيب مش عارف ايه صفقات غاليه، المنافس بيجيب اغلى منك، خليك في كل واحد يخليه في حاله. بالزبط. ويراعي كل كلمه، لان دي برضو انت هتعمل نظام، طب هتيجي مثلا تصريحات متبادله تعمل فتن قلق وقلق، هتخش هتلاقي الناس بتضرب بعضها في الملعب. بالظبط. فانت احنا غنى على الكلام ده يعني. بالظبط كده. يعني كل مسؤول وهو بيتكلم يوزن كل كلمه بيطلعها قبل ما يقولها. محمود نورتني وشرفتني. الله يخليك. كنت سعيد ان انت معانا. الله يخليك. وانا كمان طبعا بنشكر محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق، واتكلمنا في العديد من الملفات المهمه جدا جدا على الساحه الرياضيه المصريه وبالتحديد فيما يخص النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا حلقه جديده من كلام في الميديا. الى